المأساة. برنامج مفتوح للحفاظ على الذاكرة الجماعية. وكشف التضليل الإعلامي بالحقيقة. تدوين ما جرى في الجزائر من أحداث إبان المأساة الوطنية. يأتيكم كل أحد على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر للإدلاء بشهاداتكم الحية على المباشر دون خطوط حمراء. اتصلوا بنا على سكايب راديو وطني. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا على المباشر في ندوة مفتوحة حول الجبهة الإسلامية للإنقاذ والمأساة. قبل ما نشرع في هذه الندوة بودي هو أنه أترحم على كل ضحايا المأساة الوطنية في الجزائر، مهما كانت الاختلافات نتاعهم ومهما كانت المشارب نتاعهم والخلفيات نتاعهم. ربي يرحمهم جميعا، ربي يرحم كل الجزائريين والجزائريات دون استثناء. كما بيودي هو أنه ألفت الانتباه لكل الإخوة اللي يحبوا يجوا يشاركوا معنا في هذا البرنامج، هو أنه هذا البرنامج هو ليس رد فعل، وليس هذا البرنامج من أجل تصفية الحسابات مع أي كان، كما أن هذا البرنامج هو ليس محاكمة، وإنما هو عمل إعلامي نقوم به منذ سنوات، والهدف من خلال هذا البرنامج هو أننا ننور بعضنا البعض من خلال المعلومات ومن خلال توصل إلى مناخ يجمع كل الجزائريين والجزائريات مهما كانت الاختلافات نتاعهم. كنا قبل أيام أجرينا حوار حول خالد نزار، وأجرينا حوار حول الجنرال توفيق، اليوم سنجري حوار حول الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ونعدكم إن شاء الله هو أنه يكون الحوار على المباشر كيف ما مولفين تستمعونا، وأيضا يكون الحوار بموضوعي، وبإمكانه هو أنه الناس سواء الذين يخالفون الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو يؤيدون خطها يجيوا يتفضلوا في هذا الحوار على المباشر، ويجيوا ويمدوا الأدلة نتاعهم بطبيعة الحال من خلال الاحترام المتبادل. معي على الخط الأخ عبد الرحمن من أبو مرداس، أتمنى هو أنه راك صلحت الخط نتاعك اليوم. أخ عبد الرحمن، الموضوع تاعنا إذن هو حول الجبهة الإسلامية للإنقاذ والمأساة. بداية، هل ترى الحزب نتاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ هو حزب ديمقراطي يحترم الدستور ويقبل بالتداول السلمي على السلطة؟ تفضل. نعم أخي نور الدين، بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك طيبة مباركة ولجميع الإخوة الحاضرين معنا والمستمعين على إذاعة وطن. بما يخص سؤالك الأول، الإجابة عن هذا السؤال تطرح عدة تساؤلات أخرى، فأقول أولا، هل من حيث الانتماء والإيديولوجيا الجبهة الإسلامية للإنقاذ حزب ديمقراطي؟ أقول لا، فالجبهة الإسلامية للإنقاذ حزب إسلامي، كما أن جبهة التحرير الوطني حزب وطني، وكذلك جبهة ما سمعتش الكلمة نتاع جبهة التحرير، كان فيه انقطاع. نعم، قلت كما أن حزب جبهة التحرير الوطني حزب وطني. نعم،
وكذلك جبهة القوى الاشتراكية حزب ديمقراطي ذو إيديولوجية علمانية، هذا من حيث الانتماء. ثانيا، هل الجبهة الإسلامية للإنقاذ من حيث المبدأ حزب ديمقراطي؟ والإجابة عن هذا السؤال تتوقف على مدى تطبيق الحزب لديمقراطية التسيير في هيكلية الحزب ومؤسساته. في هذه النقطة بالذات أقول نعم، وهذا ما أعطى للحزب حركية وأفضلية ومرونة على المستوى الميداني، إذ اكتسحت الساحة السياسية وتمكنت من إقناع أغلبية القاعدة الشعبية. وتتضح الصورة وتتجلى عندما نجد أن القيادة، أي قيادة الحزب، قد أعطت الحرية الكاملة لمناضليها ومسؤولي المكاتب التنفيذية على مستوى البلديات كي ينظموا ويؤطروا القاعدة الشعبية، إن على مستوى لجان الأحياء فقط، ولكن على مستوى لجان الأعيان في المناطق القروية والأعراش، متجاوزين بذلك الحزازات التي كانت تذكي الصراعات داخل الحزب العتيد على سبيل المثال. ثالثا، هل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ من حيث الطرح والتواصل والخطاب كان ديمقراطيا؟ هنا أقول أن التجربة الديمقراطية في الجزائر تجربة فاتية حديثة عهد بديكتاتورية الحزب الواحد الذي كان يمثل واجهة السلطة في الجزائر إلى غاية تشريعية ديسمبر 1991. ومنه فإن جميع الأحزاب بما فيها الفيس، أي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لم توفق إلى إنجاح التجربة على هذا المستوى، يعني المستوى الآخر، النقطة الثالثة. إذا استثنينا فترة القيادة المنبثقة عن مؤتمر الوفاء التي كان على رأسها عبد القادر حشاني رحمه الله. أما فيما يخص سؤالك الثاني والثالث، هذا يتوقف كما قلت على هذا يتوقف على تجربة هذا الحزب في الحكم، تداول سلمي على السلطة. يبقى يعني مجرد تخمينات، هل نحكم على الفيس بأنه حزب يؤمن بالتداول السلمي على السلطة؟ لم نجربه في الحكم، ولكن كاينة تصريحات، كاينة تصريحات، كاينة مواقف، كاينة نعم. التصريحات هذه خاضعة لتأويلات، وكانت خاضعة لنقاشات، وكانت تؤثر فيها أحداث. الذي لم يحضر يعني تلك الفترة لا يمكن أن يفهم يعني هذا ال جوستومون. احنا رانا عشنا الفترة هذيك. نعم. تا لما دوك مثلا تسمع، راهو كاين منذ قليل أنا نشرت التسجيل على الصفحة نتاع الفيسبوك تاع المصالحة. نعم. تسجيل وين أنه يعلن واسمه كمال قمازي في تجمع قبل الانتخابات الشرعية، يقول باللي بعثنا رسالة عن طريق الفاكس ولا تيلاكس إلى التلفزة الجزائرية على جال باش يديروا لهم إشهار، باش يديروا لهم إشهار راهم رايحين يديروا تجمع في اليوم الفلاني في ملعب جويليا، في ملعب 5 جويليا، وإذا به ما داروش هذاك الإعلان، وهو يعلن في تصريح في تجمع شعبي وأنه حاضرين الآلاف من الجزائريين، ويقول باللي هذا المدير تاع التلفزة نسقطوه. هذا تصريح يعني الواجه، هذا ذكرها مدير تاع التلفزة. انت ذوك كي تكون انت حزب ديمقراطي وتكون انت حزب مسؤول على التصريحات نتاعك، انت من تكون ذوك لما مثلا هذا مدير تاع التلفزة، شكون اللي ينحيه؟ شكون اللي عنده الصلاحيات باش ينحيه؟ نعم، هذا يدخل في اطار يعني نعم، هذا اللي تترتب عليه اشياء. انت دركا لما يشوفوك الناس، لما يشوفوك الناس انت تعلن على هكذا في تجمع شعبي، من بعد راهم رايحين يحكموا على الناس في المستقبل. اسمح لي اخي نوردي، تفضل. هذا يدخل في اطار يعني الجو المكهرب الذي كان
أنا ذاك حاصل بين الفيس كقيادة أو الفيس كحزب، ويعني أدوات السلطة، يعني من بينها يعني التلفازة الجزائرية، يعني كانت أداة إعلامية في يد السلطة آنذاك يعني. وكان يعني كان يعني الهجوم يعني من قبل يعني السلطة ومن قبل أدوات خلينا الإعلام من السلطة يعني ننسى، زي كذا. اصبرني حتى احنا باش نثريو النقاش، خلينا من السلطة نحطها اكوتي. السلطة راها تريد هي الاستمرار في الحكم، وتريد وبالتالي راها تستعمل وسائل إلى غير ذلك. داخل الحزب، داخل الحزب شوف كاين الحزب، الناس اللي هما كانوا ضد الخط نتاع عباسي مدني وعلي بلحاج. داخل الحزب في الأطر تاع الحزب، في حزب في المجلس تاع الشورى، لماذا تمت تنحيتهم؟ نعم. شوف يا أخي نور الدين، نحن قبل أن ننتقل إلى دقائق الأمور نعم وتفصيلاتها، يمكن أن نقول بأن جبهة التحرير، حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كما كل الأحزاب التي دخلت في وقبلت اللعبة الديمقراطية نعم آنذاك وقبلت أن تتأطر في شكل أحزاب وأن تنافس السلطة بهذا الشكل عموما، بدون يعني الإنسان ما أعطي تأويلات، حتى أنا لا أدخل يعني في تأويلات يعني بعيدة ولا أظلم يعني فئة دون فئة أخرى. نعم أقول بأن بما أن الحزب يعني قبل بهذا المبدأ ومشى في هذا الإطار، أنا أظن بأنه يعني كان في على العموم وكمبدأ قابل للتداول السلمي على السلطة. نعم نعم، من حيث الشكل، من حيث الشكل، ولكن من حيث النوايا لا يعلمها إلا الله. نعم أخي نور. نعم شكرا للأخ عبد الرحمن. معي الأخ سامي من كندا. الأخ سامي نفس السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وقتاش نديرو فيها ايكيب تاع فوت سي نور الدين؟ إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله. كاش إن شاء الله النهار نوعدك، إذا إن شاء الله إذا تحب تجي معنا مرحبا بك. اوكي. وشنو هو السؤال اللي جوج تعاود؟ السؤال الأخ سامي اللي وجهته للأخ عبد الرحمن هو: يا هل ترى الحزب نتاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ هو حزب ديمقراطي؟ يا هل ترى هو يحترم الدستور؟ ويا هل ترى يقبل بالتداول السلمي على السلطة؟ تفضل. والله من الصعب الصوت راه يتعاود لو نعم درك نغلق الميكروفون من عندي وإن شاء الله ما يتعودش عندك الصوت. تفضل. والله من الصعب واحد يجاوب على هذا السؤال، لأن واش تحكم؟ هل تحكم على كما قلت أنت على التصريحات تاع الناس، ولا تحكم على الحزب كامل يعني؟ فكثير من الناس مثلا لما كان علي بالحاج يقول الديمقراطية كفر مثلا، الناس قالوا هذا نائب ثاني تاع الحزب وما يمثلش يعني ما يمثلش كل الحزب. انا في نظري، انا التصريحات اللي كنت سمعتها في هذاك الوقت، بعد الفيس ما كانش حزب ديمقراطي، فانا اول مع مثلا اجتماع سياسي حضرته في حياتي هو اجتماع سياسي تاع الفيس، رئيس البلدية نجح في البلدية، رحت نسمع الخطاب بتاعه، قالنا الدولة كاملة كافرة، قالنا الدول هذه الحديثة هذه اللي نعرفوها احنا مستمدة من الفكر الشيوعي، وقالنا احنا في الإسلام عندنا دول. فقالنا علاش الدول هذه كافرة؟ قالنا لسبب بسيط، هو أن السيادة هي سيادة الله والرسول، سيادة القرآن والسنة، ماهيش سيادة الشعب. فلما تقول أن السيادة هي سيادة الشعب فأنت كافر. فكان الخطاب في هذاك الوقت واضح يعني، ما فيها حتى كلام. فالناس ما ك... أنا في نظري أنا يا حسب التصريحات تاعهم ما كانوش ديمقراطيين، ما كانوش يهدفوا يعني لحقوق الإنسان ولا سيادة الشعب، ولا كان عندهم يعني أهداف واضحة. أو رقم اثنين تاع الحزب واسمه علي بالحاج، التصريحات تاعو موجودة يعني، موجودة وين يقول الديمقراطية كفر يعني بطريقة يعني مباشرة. واش يقول تاني؟ يقول أن لو الشعب يرفض يعني البرنامج اللي قدمنا له، للبرنامج اللي هو الإسلام، فالشعب كافر كامل يعني. إذا الشعب برفض برنامج مبني على الإسلام فالشعب كافر.
فالتصريحات هذه يعني خطيرة. فهل الحزب كامل ما على باليش انا الحكم حول التصريحات تاعهم، هاد الناس ما كانوش ديمقراطيين. لكن المشكلة انا في نظري ما كانش بركي مس الفيس في هذاك الوقت، كان ابعد من الفيس. فالجزائريين في هذاك الوقت اصلا ما كانوش ديمقراطيين. الناس مثلا ينتخبوا على اي تحمد، ما انتخبوش عليه على خاطر اي تحمد كان ديمقراطي، انتخبوا عليه لانه كان زعيم المنطقة ولانه قاد المنطقة في 63. هذا ما كان، لولا اي تحمد كان فيس كانوا انتخبوا على الفيس منطقة القبائل. فالشوية مثلا انتخبوا مثلا والفيس، فلو يجي مثلا واحد مثل بن بوعيد ينتخبوا له يعني. فكانت هناك يعني ما كانش الشعب اصلا ما كانش ديمقراطي في هذاك الوقت ولا يمن بالديمقراطيه، لان انا في نظري ما ترباش على هذا الشيء. يعني 30 سنه تاع ديكتاتوريه وفي يوم وليله وتقول له هاي الديمقراطيه، يعني ما كانش يمن بالديمقراطيه. الشعب الجزائري مازال فيه الجهويه، مازال فيه الزعيميزم، مازال فيه هذاك التمهبيل تاع واسمه الدوله الدينيه هذيك الاسلاميه. وبالتالي كان لازم علينا في هذاك الوقت اننا نجوزوا في مرحله انتقاليه من اجل اننا نروحوا للديمقراطيه وما نروحوش بهذيك الطريقه. هذا ما كان نعم. شكرا اخي سامي. المهم الاخوه والاخوات اللي راكم تتابعوا فينا، نحن على المباشر اليوم الاحد 17 جون في 2016. الموضوع تاعنا اليوم هو الجبهة الإسلامية للإنقاذ والمأساة، ربما فيه بعض الإخوة هذا ونلتحقوا بنا. نطلب من كل الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا وراهم مرتبطين بالموقع نتاع الفيسبوك أو مواقع واحد أخرى، هو أنه ينشروا الرابط نتاع الإذاعة نتاع وطني حتى يتمكن يعني جزائريين وجزائريات من متابعة هذا البرنامج. كما أطلب منكم الإخوة اللي راكم معايا في هذه الغرفة هو أنه تلتزموا بالوقت حتى باش نعطي الفرصة لكل الإخوة باش يكون هناك توزيع في الوقت. كل واحد منكم يأخذ 5 دقائق حتى باش يكون هناك تداول على الكلمة. الأخ عبد القادر من كندا، مرحبا بك الأخ عبد القادر. نفس السؤال اللي وجهته للأخ سامي والأخ عبد الرحمن، في انتظار هو أنه يلتحق بنا الأخ حمودي من قسنطينة، ظهر هو أنه ربما يكون عنده ضعف في الخط. تفضل الأخ عبد القادر. شكرا أخويا نور الدين، السلام عليكم، تحياتي لك ولجميع الإخوة اللي موجودين معنا في الغرفة وجميع الجزائريين داخل الجزائر وخارج الجزائر. موضوع مهم، أتسمع فيه أخي نور الدين؟ نعم أنا أسمع فيك. موضوع مهم هو يدخل في إطار النقد الذاتي والنقد الموضوع الأوتوكريتيك، ويدخل في إطار معرفة الذات ونقد الذات الجماعية من أجل التقدم إلى الأمام، ومن أجل يعني عدم باش ما نرجعوش نديروا الأخطاء نفسها ونورثوا الأخطاء للأجيال القادمة. نعم. ونشكرك على الشجاعة أنك أثرت الموضوع، لأن موضوع راهو حساس جدا هذا تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعلاقتها بالمأساة. وإن شاء الله نكون موضوعي في الطرح نتاعي، ولأننا عشنا تلك المرحلة، عشناها بمآسيها ويعني والمشاكل تاعها وما آلت إليه وما أدت به للجزائر. يعني السؤال اللي طرحته، هل الجبهة الإسلامية حزب ديمقراطي؟ أولا أن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ والجبهة الإسلامية للإنقاذ هذا حزب جزائري، أو جبهة يعني كما هم يقولوا جبهة يعني خلقت في جو في الجو في الجزائر بطبيعة الحال، أو في إطار يعني دول العالم الثالث. ودول العالم الثالث والجزائر دولة من دول هذا العالم الثالث، ما تعرفش الديمقراطية، يعني ما عندها حتى يعني منهجية أو سلوكات ديمقراطية. يعني احنا عشنا مثلا في الجزائر يعني الحزب الواحد منذ يعني 62 إلى 1988 أو 89
في وقت لا كرياسيون تاع لو فيس. فانا لا اظن بان هذه الجبهه تكون طفره ولا تكون اكسبسيون، يعني اكسبشن انها بين عشيه وضحاها تكون هذه الجبهه ولا هذا الحزب يكون ديمقراطي ويامن بالديمقراطيه والتداول السلمي على السلطه والتداول الداخلي في الهيكله تاعها وكذا وكذا. فهي ما تكونش يعني ما تكونش طفره او ما تكونش يعني استثناء. ف مثل كل الأحزاب، مثل الثقافة الغير ديمقراطية الموجودة في الجزائر، فكذلك الجبهة هذه والجبهة الإسلامية للإنقاذ عندها نفس الطريقة في الصراع السياسي في الجزائر. هذا سبب من الأسباب أنني نوصل إلى واحد النتيجة، وهو أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ حاولت لأن حينما نعرف التكوين نتاع هذه الجبهه، تكوينها ماهوش اوموجين، ماهوش متجانس. الجبهه الاسلاميه للانقاذ هي جبهه شعبويه، جبهه شعب وجبهه تنظيمات. هذه الجبهه هي اطار جمع كثير من التيارات وكثير من النخب، وكل نخبة أو تنظيم عنده قناعات، ولذلك فيه تيارات كانت داخل الجبهة لا تؤمن بتاتا بالديمقراطية. حتى أنني أقول وهذا يعني عندهم يعني الكفر، وصلوا حتى أنهم يكفرون بالديمقراطية. وإحنا كنا في ذاك الوقت كنا يعني في الجزائر، وكنا كذلك ننشط في الإطار الطلابي إلى غير ذلك، ففيه نخب كانت تؤمن بالديمقراطية، بين قوسين ديمقراطية إذا حبينا نقول الجزائرية، يعني اللي تورثت من هذاك الجو اللا ديمقراطي الموجود في كما قلت في دول العالم الثالث. وفيه بعض التيارات والنخب التي لا تؤمن بتاتا بالديمقراطية، وهذا ما نلمسه من خلال الخطاب. راك ذكرت انت يا مثلا، يعني انا نتأسف لمثل هذاك الخطاب تاع واش يسموه هذا قمازي، هذا اللي كان رئيس بلدية الجزائر، والجزائر ماهيش في واغادوغو، كان رئيس اعتقد رئيس المجلس الولائي ورئيس المجلس الولائي. يعني كما قلت الجزائر ماشي في واغادوغو. نعم، شكرا أخي عبد القادر. نمر لك الأخ أمين من قسنطينة. كل واحد منكم يجتهد في مسألة الوقت، لما نكونوا في زوج ولا في ثلاثة نعطيكم المطلق نتاع الوقت، لكن لما نكونوا في بزاف نحاول هو أنه قدر الإمكان على جل باش نكون حازم في الوقت حتى باش يكون هناك تداول على الكلمة. تفضل الأخ أمين من قسنطينة، نفس السؤال باش نمروا للأسئلة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا الكرام، حبيت نقول لك خويا نوردين، هي التوجه تاع الفيس في التسعينات على كل حال كما كنا متبعين بعض الأمور كما هكذا، كما كان يحكي الأخ الطريقة اللي كانوا عايشينها، لأنه الفيس في التسعينات كيحكم يمكن فيه عباد اللي ما يمنوش يكفروا بالديمقراطية بالمفهوم تاع الديمقراطية. وشنو الأساس في الفيس اللي حبينا نشوفوه في المرحلة هذه؟ أخ أمين، أخ أمين وكل الإخوة، لازمنا نفرقوا بين المناضلين اللي كانوا هما ربما ما عندهمش إلمام، ولا ما كانش عندهم معرفة، أو ربما دخلوا نتيجة نتاع حماس، ولا نتيجة نتاع نوايا مختلفة. احنا رانا نتحدثوا على الحزب، كي نقولوا الحزب القيادة نتاع الحزب هذا نقولوا البرنامج نتاع الحزب. احنا ماش نحكيوا على مواطنين نتاع واحد راه يكفر بالديمقراطية، والله نحكيوا على حزب وعلى البرنامج نتاعه. هل ترى هو حزب قامع الديمقراطية في البرنامج تاعو تاع الديمقراطية فيه التداول على السلطة إلى غير ذلك؟ باه تمد خويا نور الدين، باه تمد جواب على الأمر هذا. الفيس ما حكمش في حد ذاته، باه نقدروا احنا نصدروا عليه أنه يكون ديمقراطي، ولا احنا قاعدين نطرحوا في آراء على حساب كما كنا نسمعوا الخطابات اللي كاينة سابقا. لا لا لا، البرنامج ترى عندك برنامج أنت، لما تروح أنت تطلب اعتماد من السلطة عندك برنامج انت تقدمه، عندك مؤتمر تديره،
عندك الى غير ذلك من الاجراءات. بطبيعه الحال كاينه بعض الاشياء ما كانتش موجوده ربما في 89 ظهرت فيما بعد، ولكن انا مانيش نحكي لك انا على 91 و92، انا راني نحكي لك في البدايه نتاع البرنامج. هل ترى الحزب هذا قائم على ديمقراطيه، قائم على تداول السلم على السلطه، قائم على احترام نتاع الدستور وعلى القوانين نتاع الجمهوريه؟ تفضل. لما تسمع مثلا الخطاب تاع عباس المدني والاسلوب والصيغه تاع عباس المدني، عباس المدني ولا الله يرحمه كيما حشاني، هادو الناس سياسيين في الميدان. اما الخطاب تاع علي بالحاج فيه نوع تسمى كيما نقولوا حنا من الاسلوب تاع كيما يسميوها بزاف، يقول لك اسلوب تحريضي، وهي مش اسلوب تحريضي، لانه جميع من المواطن عنده مخ يقدر يسمع الخطاب ويقدر يفصل كيما فصلنا بين عباس المدني وعلي بالحاج. كاينين وكاينين قيادات بخلاف اللي في الفيس يمكن ما يمنوش بالديمقراطيه وسايرين في مجال تسمى تاع الدوله الاسلاميه. اما بالنسبه به نصدروا عليه حكم انه غير ديمقراطي، لانه في الاطارات تاعو بعد وفي القياده نتاعو بعد كاينين ناس يمنوا بالديمقراطيه، ولو مظهرا تسمى سميها ديمقراطيه، هي الغايه منها انه نوصلوا للحكم. الاسماوات تختلف على كل حال خويا نردين. نعم. هذه هي واش حبيت نقول بالنسبه للنقطه. نعم. هذه هو ما حكمش حتى نصدروا عليه حكم نهائي انه ديمقراطي ولا غير ديمقراطي. هذه هي اللي نديوها في عين الاعتبار ونقدروا نتكلموا في الامور ان شاء الله وما كانش شيء. نعم، شكرا الاخ امين. الميكروفون من فضلك. الاخ حمودي من قسنطينه، مرحبا بك الاخ حمودي، نفس السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نردي لأخويا عبدي السؤال. أنا دخلت ومن بعد خرجت، راني خالد خرجت وعاودت دخلت، ما سمعتش السؤال. الأخ حمودي السؤال هو حول الجبهة الإسلامية للإنقاذ. السؤال هو يا هل ترى الحزب هذا حزب ديمقراطي؟ يا هل ترى يحترم الدستور؟ يا هل ترى يقبل بالتداول على السلطة؟ لما نطرح السؤال هذا حتى باش فيما بعد نفهموا النتائج اللي وصلنا لها، لأنه هذا هو الأساس. نعم. بارك الله فيك. ألو؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي. بالأخوة نوردين ما نجاوب على هذا السؤال، مد واحد الإجازة فقط أو واحد الموجز صغير على الجبهة الإسلامية للإنقاذ. الجبهة الإسلامية للإنقاذ هذه جاءت نتيجة للانفتاح السياسي الذي أعلن عنه النظام يومها في دستور 1989 اسمه دستور شادي بجديد على إثر أحداث أكتوبر، سمح بالتعددية الحزبية. بعد ذلك في فبراير 89 وتم إقرار دستور جديد في أقل من 5 أشهر، بالضبط في 5 جويلية صدر قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي، هذا من حيث التواريخ يعني. في 22 أوت تقدمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بملف الاعتماد مباشرة. 15 يوم في 9/6/89 تم اعتماد الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وهنا نفتح قوس بسيط برك ونوليو لما كانت الديمقراطية الحقيقية، وكانت السلطة آمنت بها ولو لحين، وكان الانفتاح السياسي كان في 15 يوم تتحصل على حزب. لما جات اليوم في عهد بوتفليقة العشر سنوات ولا 12 سنة الأولى ما كانش والو بالك حزب ولا زوج يعتمدهم في 10 سنوات، وبكري كانت في 15 يوم، في الثمانينات كانت في 15 يوم يتم الاعتماد. هذا من ناحية كذا. في جوان 1990 دخلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ أول انتخابات لها، هي انتخابات البلدية اللي دخلت فيها، وهي أول انتخابات تعددية في الجزائر. فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ ب 851 مقعد، بلغة الرياضيات نقولوا 55%، لأنه 851 مقعد من أصل 1540، ما دخلتش في جميع البلديات، ولكن أغلبية البلديات اللي دخلت لها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فازت فيها. بعد هذا الفوز أهم ما واجه الجبهة الإسلامية للإنقاذ من مشاكل، أولا قانون منع الانتداب إلا لشيخ البلدية. أسمعني يا أخوان، راني نسمع فيك جيدا ولكن ما راكش تجاوب فيا على السؤال تاعي الأخ. أنا جايك، بقات لي نص دقيقة وندخل في الجواب تاعك. نعم، قانون هذا الجبهة الإسلامية للإنقاذ أول العراقيل اللي لقاتها بعد ما نجحها في الانتخابات هي أنه حكومة حمروش دارت لهم منعت لهم الانتداب إلا لشيخ البلدية. لكن المجلس فيه 20 عضو
عطات الشيخ البلديه برك حق الانتداب، الاخرين ما عندوش الحق باه يكون يخدم في شركه يخلي خدمته ويجي يقعد في البلديه ماهوش سالك ويدبر راسه، الا شيخ البلديه قبلته الانتداب، سحبت جميع الصلاحيات من البلديه، الصلاحيات الفاعله كتوزيع السكنات كتوزيع الاراضي كتوزيع هذا هو الضغط اللي خلى اليوم نجاوبك. نبدا نجاوبك درك على السؤال تاعك. الجبهه الاسلاميه للانقاذ، نعم يا اخي الكريم، كان فيه ازدواجيه في الخطاب، والشيء اللي نركزوا عليه اليوم مليح انه الجبهه الاسلاميه للانقاذ لو كان ما كانش برنامجها يؤمن بالتعدديه ويؤمن بالتداول على السلطه لما اعتمدته السلطه انذاك. هذا برنامج تقدم السلطه والسلطه هي اللي وافقت على هذا البرنامج. انا ما نظنش السلطه وافقت على برنامج يقول لا للديمقراطيه الا مره واحده. هذا الخطاب كان في الجبهه نعم، ولكنه ليس خطابا رسميا معتمدا. هذا كان اللي زاد حر فيه بزاف اللي دار الشان هذا الكبير واللي اشج هذه القضيه، علي بن الحاج، كمال قمازي، السحنوني وغيرهم، هذا التيار السلفي ان صح التعبير. ولكن التيار عباسي مدني ومن معه كان، لان عباسي مدني نعرفوا ابن جبهه التحرير الوطني، عباسي مدني كان في البرلمان، عباسي مدني احتل 74 ولا 75 باش خرج من جبهه التحرير الوطني، كان في المجلس الولائي مش في البرلمان. المجلس الولائي نعم، بارك الله فيك. فالقضيه هذه معروفه يعني بلي عباسي مدني كان صح مشى. على كل حال والازدواجيه هذه يا اخي نور الدين كان يتحمل فيها عباسي مدني نصيب كبير، لانه هو كان الناطق الرسمي، كان ربما يقدر يوقف عليه بن الحاج او يوجه عليه بن الحاج في بعض الخطابات اللي من بعد نجيو ليها وبعض الشعارات اللي رفعتها الجبهه الاسلاميه للنقاب. لكن من حيث البرنامج كبرنامج او تقدم للسلطه والسلطه وافقت، والسلطه قرات هذا البرنامج هذا ولقات باللي تداول على السلطه ولقات بالايمان بالدستور ولقات باللي الاحتكام لقوانين الجمهوريه. الواقع انه اللي نقولوا اليوم كاين فرق كبير بين الخطاب والممارسات. النظام اليوم، نعطيك مثال على النظام اليوم، من حيث النصوص تلقاه اكبر او اكبر نظام ديمقراطي تقريبا في العرب هذو ولا في الدول العالم الثالث. نعم، شكرا للاخ حمودي. نمر للاخوه. الاخ حمودي الوقت من فضلك. شكرا للاخ حمودي، نعاود نرجع لك الاخ سامي. سامي اذا عندك تعليق على هذا الاسمو المداخلات نتاع الاخوه دائما فيما يتعلق بالحزب هذا، ولا نمر للنقطه اللي بعدها. انا التعليق تاعي هو بسيط، يعني انا كثير من الناس يقولوا لي نفس الشيء وخاصه مناضلي الفيس يقولوا لي صح يعني هاد الناس هذو كانوا يديروا هذا النوع من الخطابات، لكن في حقيقة الأمر ما كانش خطابات يعني تاع الحزب، هي خطابات شخصية وما تلزمهمش شخصيا. المشكلة هو لماذا الحزب ما اتخذ أي إجراء ضدهم؟ يعني علاش ما طردهمش؟ علاش ما كذبش؟ علاش لا لا لا، شوف أخ سامي، سامحني، ربما كاين بعض الإخوة اللي ربما ما عندهمش إلمام بهذا الموضوع، نحاولوا أنه فقط ندير مداخلة ومن بعد نعود أرجع لك الكلمة، لأنك أنت راك أعلنت على الموقف نتاعك من أنه هذا الحزب موش حزب ديمقراطي، وأنا نساندك، أنا نساندك. الحزب هذا لما نقولوا احنا باللي حزب ديمقراطي بمعنى انه هو راه يكرس هذيك المبادئ اللي راه جات بها الديمقراطيه. لما نقولوا باللي حزب ديمقراطي، اذن الحزب هذا هل ترى هو حزب ديمقراطي؟ لا، هذا راه حزب يحمل مشروع اسلامي، كاين منهم حتى اللي راه هو يكفر بهذا الديمقراطيه. بالتالي دوك حنا لازم نسميو الاسماء بالمسميات نتاعها، علاش حنا دوك رانا نغطيو الشمس بالغربال؟ حزب قائم على مشروع اسلامي ليس حزبا ديمقراطيا، وفيه من يؤمن بالديمقراطيه داخل هذا الحزب، ربما كاينين الناس اللي راهم تحتهم موجودين في القاعده يؤمنون بالتداول السلمي على السلطه ويؤمنون بالانتخابات ويؤمنون بكذا ويؤمنون بكذا، موجودين داخل الحزب ربما في المجالس المنتخبة، في المجالس البلدية، والله في الولائية، ربما حتى في مجالس أخرى، ولكن الحزب هو كحزب قائم على مشروع، راهو المشروع اللي يروح يقراه يجيب لي أنا الديمقراطية وراها. حزب قائم على مشروع إسلامي يحوس يطبق الشريعة الإسلامية حسب المفهوم نتاع هذا الناس اللي راهم هما داروا هذا البرنامج، مش حسب المفهوم
نتاع الاجماع نتاع الامه حسب المفهوم نتاع هذ الناس اللي داروا البرنامج. شكون هما هذ الناس اللي راهم داروا البرنامج؟ هل ترى دارتوا القاعده؟ قاعده جت فيما بعد، قاعده جت فيما بعد، قاعده نتاع الحزب جت فيما بعد. هما الناس اللي في البدايه اللي داروا البرنامج نتاع الحزب نتاع الجبهه الاسلاميه هم مجموعه من الناس، مجموعة من الناس المتمثلين ربما في أعضاء نتاع القيادة نتاع هذا الحزب. بالتالي الحزب هذا منذ البداية، منذ النشأة نتاعو، كان عنده توجه إسلامي وكان قائم على مشروع إسلامي حسب المفهوم نتاع هذا الناس. نزيد نعود نكرر الكلمة هذه مليح، حسب المفهوم نتاع هذا الناس اللي داروا المشروع نتاع الإسلامي اللي كان من بينهم ذركا اللي كان يذكر فيهم الأخ حمودي، هما علي بالهاج، هما الهاشمي سحنوني، هما عباسي مدني، إلى غير ذلك من الناس اللي كانوا هما في هذا الحزب. ولما نقولوا في هذا الكلام احنا رانا نقولوا في حقائق، ما راناش زعما رانا هذه مش تهمة، رانا نقولوا في حقائق اللي راها ذركا ماهيش ملك نتاع هذا الناس، ملك نتاع الشعب، حقائق تاريخية اللي لازم الشعب الجزائري هو أنه يعرفها. ذرك القضية نتاع التداول على السلطة فيه من اللي راه هو يؤمن بالتداول على السلطة، وفيه هو اللي يعتبر باللي تداول نتاع السلطة هذا يتم في إطار بحيث هو أنه كاين أحزاب العلمانية ولا الأحزاب هذيك اللي تسمى بمانيش عارف كيفه، هذيك ما لا مكان لها، ما عندهاش حتى مكان. ربما يكونوا مثلا أحزاب إسلامية عندهم نفس المشروع، ربما ما عندهمش نفس الفهم ويتم التداول بيناتهم. أما الأحزاب العلمانية والأحزاب الشيوعية وكذا 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 حديث واحد آخر. إذن الحزب هو في الأساس هو ذك تقول لي باللي الدولة النظام في ذلك الوقت ممثلا في الشاذلي علاش هو عطالهم الاعتماد؟ القانون نتاع الأحزاب جاء فيما بعد، هما في البداية لما حصلت هذيك حصل هذاك الانفتاح هذاك اللي جاء هو نتيجة نتاع الضغط الشعبي وجاء بعد الأحداث نتاع أكتوبر، لما فسح المجال ظهرت أحزاب، أحزاب حزب شيوعي، ظهر حزب كذا حزب كذا. بالتالي من الطبيعي هو أنه كانوا ناس قال لك لما لا، مادام راها الناس هي تحمل مشاريع مختلفة، كاين الحزب الشيوعي وكاين الحزب الكذا والحزب كذا، لما لا هو أنه احنا نتقدموا بمشروع إسلامي. بالتالي هما ذوك الاجتهاد هذاك اللي قاموا به اجتهاد، إضافة إلى أنه هذاك الاجتهاد هذاك ما كانش عنده إجماع، بدليل هو أنه كانوا ناس من بينهم محمد السعيد، من بينهم ناس في الرابطة الإسلامية ما مشوش معاهم، بما فيهم عبا واسمه محفوظ نحناح، بما فيهم جاب الله، إلى غير ذلك من الشخصيات اللي فيما بعدهما داروا أحزاب واحدة أخرى. لازم نسميو الأمور بالمسميات نتاعها، ولما نقولوا في هذا الكلام هذا رانا نقولوا في حقائق للناس. هذه باختصار المداخلة نتاعي فيما يتعلق بالنقطة الأولى. الآن الأخ سامين نمروا للنقطة الثانية المتعلقة بالصراعات. يا هل ترى كانت فيه صراعات داخل هذا الحزب نفسه؟ صراعات بمعنى أنه كانت هناك توجهات مختلفة، وساعة ساعة هو أنه يصرى مشاكل بيناتهم. ايه بصح، حبيت برك نقول لك حاجة، هو أن قلت باللي أنا قانون الأحزاب جاء من بعد. نعم. لكن كانت هناك مادة دستورية تمنع يعني أي حزب أنه يبنى على اتجاه على أساس ديني جهوي أو عرقي. يعني. هذه جت فيما بعد الأخ سامي. لا الدستور 89 نتكلموا على الدستور فيما يخص إنشاء، ما نتكلم لكش على القانون، نتكلم لك على الدستور. ممكن تذكرنا بالمادة هذه؟ وين ذكرنا رقم المادة؟ نقد إذا كان فيه واحد من الإخوة اللي راهم يسمعوا فينا عنده نسخة من الدستور أو رابط نتاع الدستور نتاع 89، ماذا بكم أجل باش يبعثها لنا. وإذا كان واحد من الإخوة اللي راهو يتابعوا فينا يمكن هو أنه يذكرنا بهذه المادة هذه ويبعث لنا الرابط حتى باش نتأكدوا منها. تفضل أخ سامي. السؤال الثاني حول صراعات داخل الفيس. نعم. صراعات داخل الفيس، أنا في حق الأمر ما كنتش مناضل، لكن كنت شايف بلي الفيس هي جبهة يعني فيها طيارات كثيرة، فيها السلفيين، فيها الجزائر، فيها الشيء اللي كنا نسمعوه فيما بعد. الشيء اللي بعد انفجرت الأوضاع بعد، خاصة بعد إضراب الفيس، يعني في وين شفنا يعني هذاك اللي ولاو فيما بعد وزراء
واسمو هذاك الرحلي كاين مراني 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 وقشي الى اخره اللي خرجوا في التلفازه واللي انتقدوا يعني انتقدوا مباشره يعني عباسي مدني وعلي بالحاج وتنظيم اضراب من هذا النوع الى اخره. فمثلا انا قريت شهاده تاع ما قريتهاش شفتها في واسمو الشهاده تاع الهاشمي سحنوني وين يقول فيها بلي ان كان هناك مشكل يعني قديم يعني في حقبة الامر هو ان العباسي مدني كان يتخذ قرارات بدون ما يلجا المجلس الشوري. وقال ان هذا المشكل يعني كان عنده مده. فلما وصل الاضراب يعني انفجرت الاوضاع. فيقول مثلا ان الاضراب هذاك تاع الفيس ما كانش غير محدد المده، كان المجلس الشوري كان على ما اظن يومين او ثلاث ايام، وهو كان ياخذ يعني قرارات من نفسه يعني، وهذا الشيء هو اللي فجر الاوضاع. ولا ربما يكون هناك هنا مناضلين تاع الفيس وما قادرين احسن يعني يتكلموا على هذه النقطه. انا هذا الشيء اللي شفته في الخارج ولا الشيء اللي قريناه عن طريق الشهادات. هذا ما نعم، شكرا للأخ سامي من كندا. تفضل الأخ عبد الرحمن. نعم الأخ نور الدين، قبل أن أجيب على السؤال أود أن أعقب تعقيبا بسيطا على ما جاء على لسان بعض الإخوة. نعم. أولا من حيث الخطاب الذي كان يعزى إلى الرجل الثاني في الفيس علي بالحاج، أنا أظن أنه لو كان علي بالحاج قد قال شيئا مما ذكر لما يعني كان ذلك عصيا على يعني السلطة ووسائلها أن تنشره، كما يعني اجتزأت تصريحه الشهير الخاص بالكلاش وهو موجود يعني في اليوتيوب. يعني لو كان علي بالحاج يعني تفوه بكلمة حول يعني الديمقراطية أو كفر أو شيء من ذلك، يعني لما كان ذلك يعني مجهولا لدى يعني عامة الشعب، يعني حتى يعني لا أقول شيئا آخر. فيما يخص تصريح كامل جمازي، أنا أعتقد أن كامل جمازي كان يعني يعتمد على النقابة الإسلامية آنذاك. يعني النقابة الإسلامية كانت ذراع من أذرع يعني الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكانت موجودة حتى على مستوى يعني إذاعة التلفزيون الجزائري. فيما يخص سؤالك الثاني، لأنني لما قطعت علي الصراعات داخل الحزب. نعم، الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تكن يعني حزبا متجانسا، إنما كانت فيها تيار يعني الإخوان المسلمين المعروف التيار العالمي، تيار الإخوان المسلمين المحلي الذي أطلق عليه يعني في تسمية الجزائر، كان فيه سلفيين، يعني كان فيه تيارات من مختلف يعني التوجهات. وهذا يعني إن نظرنا إليه بشيء من موضوعية يعني هذا تنوع، لو يعني سار في السياق يعني في سياق الديمقراطية الحقيقية وفي سياق التنوع، هذا يعني ما هيش تلمة وإنما هي سيمة أو خاصية أو ميزة. الصراعات، أنا أعتقد بأنه كانت هناك صراعات، أولا لأن الحزب حزب فتي تأسس يعني لتوه يعني وخرج يعني بعد الانفتاح الديمقراطي الذي حصل يعني بعد احداث اكتوبر 1988، وهذه الصراعات لم تكن حكرا على يعني حزب جبهه الاسلاميه للانقاذ، كان هناك صراعات يعني في الجبهه حزب جبهه التحرير الوطني في الاف اف اس، ولا يمكن لاحد ان يقول بان الاف اف اس ما كانش فيه صراعات. علي العسكري وجماعته والجماعة الأخرين، ركزنا على الحزب الأخ. نعم، الحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت فيه صراعات حقيقة، خلافات، وتطورت إلى أن أصبح يعني هناك صراع، خاصة بعد
إضراب جوان 1991، وما تلاه يعني من يعني إفرازات، حيث خرجت المجموعة يعني الشهيرة التي كان يقودها الهاشمي سحنوني وحمد مراني وعبد القادر فقيه، وتلك الخرجة يعني الشهيرة في التلفزة يعني، وأكدت هذا وجود يعني هذه الخلافات وهذه الصراعات، وهذه الصراعات هي التي يعني جعلت عبد القادر حشاني رحمه الله بدأ إعادة تأسيس الحزب، حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بعد يعني مؤتمر الوفاء الذي كان في باتنا، وجمد عضوية بعض المناضلين في الفيس، يعني شخصيات كبيرة مثل يعني سعيد مخلوفي وغيرهم، يعني من العناصر التي لم تكن منضبطة يعني في بالأطر القانونية للحزب. نعم شكرا الأخ عبد الرحمن. تفضل الأخ عبد القادر. المهم فقط كتوضيح، فيه واحد من الإخوة بعث لي مشكورا الدستور تاع 89، بإمكانكم هو أن تراجعوه، راه موجود في الموقع تاع الرئاسة، تاع الرئاسة تاع الجزائر، الدستور نتاع 89. درك نبعث لكم الرابط يعني حتى باش يكون الكلام نتاعي موثق. المادة هذه الأخ سامي ما غير موجودة في الدستور نتاع 89، وربما جات في الدستور اللي بعده، كانت الأمور مفتوحة يعني بإمكان أي جزائريين، هكذا مجموعة من الجزائريين، حتى أعتقد هو أنه في ذلك الوقت كانوا 15 يقدروا يديروا حزب، بالتالي المادة هذه ما هاو الدستور، هاو الدستور الأخ سامي بإمكانكم هو أنه تراجعوه، لا توجد هذه المادة في الدستور. أنا كنت درك نشوف في بعض المواد هكذا، لا توجد المادة هذه في الدستور. المهم ربما جت في الدستور اللي من بعد 96، ربما بعد ما بعد خراب مالطا. نعم شكرا الأخ سامي. تفضل الأخ عبد القادر من كندا. أخ عبد القادر فيما يتعلق بالصراعات. شكرا خويا نور الدين، ما خليتنيش نكمل ندير لا كونكلوزيون تاع الدخول تاعي الاول، يعني قطعتني مباشره. تفضل. معليش يعني هم الخاوه قالوا باللي الحزب الجبهه الاسلامي للانقاذ ما عندها حتى علاقه، من خلال البرنامج تقرا البرنامج تاعها ما عندها حتى علاقه بالمسلك الديمقراطي، يعني عندها مشروع اسلامي، الحاكميه لله، وهذه هي القران والسنه، يعني الديمقراطية لا نلمسها في الفكر تاع اللي كانت رافداتو الجبهة الإسلامية للإنقاذ. هذه نقطة. القضية تاع الصراعات كما قلت في المقدمة تاعي، أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تكن متجانسة من جهة، فيها بزاف من التيارات الفكرية خاصة الإسلامية، هذا من جهة. من جهة ثانية أن الانطلاقة تاع الجبهة الإسلامية كانت خاطئة، تشكيل الجبهة الإسلامية كان خاطئ على يعني هذا يعني الرأي تاعي، يعني لا يلزم أحد، يلزمني أنا، يعني أنا كنت أتابع يعني الأحداث تاع 88 5 أكتوبر، من بعد ظهرت هذه المسيرات إلى غير ذلك، ومن بعد مباشرة الإسلاميين علي بالحاج وكذا ركبوا الموجة تاع المظاهرات تاع 88، ومن بعد شكلوا الحزب واحد التشكيل يعني تشكيل خاطئ تماما، وهذا السبب اللي صرا الاصطدام، لان كانوا في كاع في بوتقة تاع اذا قلنا الرابطة، جوبونس الرابطة ظهرت من بعد، ولكن كانوا في واحد الإطار تاع الشيخ أحمد سحنون، وصرا الاصطدام الاولي كان في باب الواد لما راح لهم الشيخ محمد سعيد ربي يرحمه، وقال لهم باللي لازم الامر هذا لازم فيه تفكير وفيه تأني وفيه مشوره وفيه كذا لبناء هذا الحزب هذا ولا الواجهه السياسيه للتيار الاسلامي، وحتى ان سبوه في باب الواد في مجلس تاع باب الواد وقريب ضربوه الى غير ذلك، مع ان هذا الحزب هذا بدا بصراعات، لانها سي لا لوجيك دي شوز، يعني فيه تيارات متناقضه، فيه تيار لا يؤمن كاع بالديمقراطيه وهو التيار السلفي، يقول لك
المرجعية نتاعو هو السلف وإلى غير ذلك. في مرجعية أخرى حدثية في إسلاميين حدثيين يقول لك لازم نديروا يعني نستفيد من الغرب إلى غير ذلك إلى غير ذلك. فصرع التصادم الداخلي، التصادم الفكري، وهذا نلمسوه من خلال الخطاب، من خلال السلوكات، وانفجرت وتفجرت الأوضاع في من خلال هذيك ظهور نتاع مراني ولا قشي والفقيه في وسحنوني، سحنوني على ما اظن في التلفاز الى غير ذلك. ولما صرا التصادم بين قياده القياده كما يسموها هما القياده نتاع الجبهه الاصيله بقياده علي بالحاج وعباس مدني، والقياده هذه اللي رفضت المواقف ورفضت تمديد الاضراب تاع جوان، إذن صراع كان ظاهر. وحتى أن في البلديات والولايات كنا نلمس هذا الصراع موجود بين التيارات، لأن كما قلت أنا كل تيار عنده النظرة تاعو، عنده الفكر تاعو، ما كاش تجانس. هذا هو الإشكال داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، في خطابها، في سلوكها، في وانعكست حتى في الصراع على المناصب، على البلديات، على البلديات، على المكاتب إلى غير ذلك. فالصراع كان صراع، ممكن نقوله كان صراع إيجابي، كان صراع إيجابي نوعا ما، ولكن أنا الإيجابية هذه محدودة. كان صراع كبير داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكان حتى أن تيار تكفيري داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كان تيار تكفيري كفر، يقول لك بلي الدولة هذه كافرة وكذا وكذا. يعني الواحد ما يغطي الشمس بالغربال. يعني لما نرجع بالذاكرة إلى هذه المرحلة، كان نظن من بين الأهم الأسباب تاع الأمر هذا أن الجبهة الإسلامية تشكلت واحد العام ولا عام ونص بعد خروج علي بالحاج من السجن. هذا أمر مهم. ومن بعد مباشره بداو يدخلوا، كاين الجماعه نتاع اذا ذكرني نور الدين، الجماعه نتاع واش يسموه تاع البليده هذا، تاع بويا علي الجبل، تاع بويا علي، نعم. ايوا هذوك الجماعه كانوا لما يامنوا الا بالبارود كما يقولوا، ودخلوا الى الجبهه الاسلاميه. فالجبهه يعني عباره عن موزايك غير متجانس، نعم. وهذا اللي ادى الى الصراع. نعم، شكرا الاخ عبد القادر. تفضل الاخ امين. الاخ امين الان نمر للسؤال اللي بعده. يا هل ترى نوردين عندي تدخل؟ نعم، اصبر شويه الاخ سمير، دوك يكمل امين ومن بعد نجي لك انت. أنا مخويا نوردين. تفضل الأخ أمين فيما يتعلق بالسؤال اللي بعده. الأخطاء اللي ارتكبتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ منذ التأسيس تاعها إلى غاية الانتخابات البلدية، ما تحكيليش على الانتخابات الشرعية، انتخابات البلدية. والله أنا نأيد الأخ منا اللي كان يتكلم في الطرح نتاعو في الأفكار، هي كأيتها أحساب. يعني على كل حال كان كاين اختلاف، والاختلاف ظاهر واضح، حنا شفناه في تسمى في خطابات اللي كما كانوا يسردوا الأخوة وأمورات كما كتبعناهم سياسيين. هي في الأمر هذا يمكن كان الاختلاف يكون رحمة كما كان تاني يقول الأخ، وشنو كان فيهم الطيارات اللي، وهذه هي اللي سهلت الاختراق اللي كان كاين في الفيس وأمورات كما هكذا. أصبرني الأخ أمين، أنت يا عشت المرحلة هذه ولا ما عشتهاش؟ تبعتها إعلاميا. لا 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 لا، عشتها ولا ما عشتهاش؟ إذن على جل باش ما تحكيناش من الجرانين ومن الكتب وكذا، احنا نفضلوا ان الإخوة اللي عاشوا تلك المرحلة عاشوها، باش لما يحكي أشياء يحكيها شافها بعينه، ما قالوها لوش. إليكم الخطوة. شكرا شكرا الأخ أمين. الأخ سمير تفضل، ومن بعد جيلك الأخ حمودي. نعم نور الدين، أنا من السؤال الأول كتبت لك باش يكون عندي تدخل، ولكن أنا لحقنا حتى السؤال الثالث. نعم تفضل. خير ان شاء الله. نور الدين عندي اقتراح ان شاء الله، شوف انت رايك وراي الاخوه ولا يوافقوا. الموضوع يعني جد مهم. انا نقترح انك ما تحددش 5 دقائق، اقتراح فقط، ما تحددش 5 دقائق. هي لو كان نقسموا الموضوع هذا على حلقتين، يعني الحد هذا والحد اللي موراه والحد الثالث، نعم، باش نشبعوا باش ناخذوا فكره. ما الهدف من هذا الشيء؟ اننا ندرسوا مع بعضنا بعض
ما نجوزوش هكاك برك اننا خلاص هضرنا وما دينا حتى فكره. لا الاخ نشبعوا الموضوع من اخ الأخرى. سامي اخ سمير، شوف انا شخصيا ما عنديش مانع اذا كان تحبوا نديروا 10 حلقات ما عنديش مشكله، لكن القضيه هذه نتاع التوزيع نتاع الوقت على جال باش ما نثقلوش على الاخوه المستمعين، وكذلك الاخوه اللي راهم درك مثلا راهم موجودين في الحوار درك، لما نكونوا مثلا في زوج ولا ثلاثه من الناس ربما يقدر الواحد يتجاوز نقولوا مثلا 5 دقائق، لكن لما يكونوا في 10 على جال باش واحد يعاود ترجع ليه الكلمه لازم 50 دقيقه، وما راهمش كامل دقيقين، كاين اللي ياخذ لك دقيقه يزيد لك اوليو باش ياخذ 5 دقائق ياخذ لك 6 دقائق، كاين اللي ياخذ 7 دقائق، بالتالي تما لازم نشوفوا لها احنا من الجانب التنظيمي، ما ماشي قضيه نتاع هو انه زعما على جال باش ما نشبعوش الموضوع هذا، لا احنا نحوسوا على جال باش نستفادوا. لذلك انا قلت انا للاخ دركا من قسنطينه اذا كان ما راكش عشت المرحله هذيك يعني خلي الاخوه اللي ربما عاشوا المرحله هذيك هما اللي يفيدوا الناس، لانك لما الانسان يكون يحكي لي انا من الجرنان ويحكي لي من 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 كتاب قراه وربما مش حتى فاهمه والله ما يقدرش هو يعطي للموضوع حقه، بينما الانسان اللي راهو عاش تلك المرحله خاصه الانسان اللي راهو كان منخرط في الحزب والله كان قال معارض في 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 تلك المرحله وراهو تسمى ناضج، كاين اللي راهو دوك مثلا الانسان اللي راهو عنده 40 سنه و50 سنه راهو انسان ناضج، ماشي كيما انسان اللي راهو درك هو في عمره 20 سنه مازال عقله مش مجمول، فهمتني؟ هذه هي المساله. الاخ سمير تفضل. نفضلك الاخ نوردي بارك الله فيك. نهضر على الاول والثاني والثالث ولا تفضل روح في التسلسل نتاع الحوار حتى باش ما نحرقوش المراحل هذو. يسمحوا لي اخوه كامل نور الدين، انا فقط اريد ان اشير النقطه انه هل الجبهه الاسلاميه كانت ديمقراطيه او هل كانت تكفر بالديمقراطيه او الاتباع تاعها او الناس اللي منخرطين فيها يعني شبه رسميين، هل الكلام اللي كانوا يهضروه هو رسمي ولا غير رسمي، تعتمدوا الجبهه او لا. كذلك لازم نفصلوا انهم من باب انهم واش من الديمقراطيه اللي كانوا يشوفوها، لان مشروعهم هو ان اللي يحكم العلاقات العامه بين الناس هو شرع الله سبحانه، فهما هذا واش كان القصد تاعهم، انهم لو تفرق شكون يحكم في امر ربي ولا عقل انسان اللي يخالف عقل ربي استغفر الله يخالف حكم ربي، قالوا هذا الباب هذا الشيء كفر. انا باش نوضحوا نحطوا كل حاجه في بلاصتها باش نعرفوا الديمقراطيه هذه اسكو هي من ديننا اسكو هي جزء من جزئيات الامه العربيه الاسلاميه ولا لا، باش كما يقولوا تكون عندنا فلسفه مليحه ونفهموا الامر. وايضا الاخ سامي تما باش دير الامور هذه بين قوسين، هذا الناس اللي يتحدثوا بالشرع يتحدث باسم واش ايضا لازم يدير في باله باللي راهو يتحدث من رايه مش راي الشرع، راه من رايه كيفاش يفهم هو الشرع، مش يتحدث يدير كانه هو زعما اللي راهو الشرع وهو راهو الشرع الاسلامي هو اللي راهو يتبع في السنه ويتبع في القران والناس الاخرين ينصاعوا له. لازمك صحيح. تتحدث لما تكون تتحدث تقول باللي شرع حسب ما نفهمه انا. تفضل. الفضلك بارك الله فيك. تشوف هذه فلسفه مليحه كذلك، ان كل واحد يتكلم ويتكلموا ناس ولكن يقعد كما قال الاخوه في صريح خاص يعينه هو يعني يخصه هو. هذه نقطه مليحه اننا نهضروا عليها وما نظنش ان الناس يختلفوا عليها، يعني الشعب الجزائري كامل راك تلقاهم هكاك، ما يقدرش الشعب الجزائري يرضى بواحد مثلا يجيب له قانون يقول له يصرح يعني يمد تصريح ان الراجل يتزوج بالراجل. نعم. لو كان احنا لو كان ما نقبلوها صافي احنا يعني نتكلموا ما راناش ديمقراطيين رانا منافقين، فلازم نحددوا المفاهيم والفلسفه باش نعرفوا. نعم انا نتفق معك اخ سمير على جال باش نثريو الحوار، انا نتفق معك لما تقول لي باللي مثلا الديمقراطيه نتفق معك يعني تسمى في طرح السؤال، باش نتفق معك في المبدا نتفق معك في طرح السؤال. انت دوك مثلا لما تقول باللي الديمقراطيه هي يقدر واحد قال مثلا من هذو نتاع الشذوذ الجنسي والله يدير لك حزب ويقول لك انا ندافع على اصحاب الشذوذ الجنسي، اذا الديمقراطيه تكون في اطار اللي يتفقوا عليه الناس. درك انت لما تقول لي باللي انا هذه الديمقراطيه التي تبيح
لهذا الناس يظهروا، هذا الناس يدعيوا للانحناء واسمه، بالتالي انا نكفر بالديمقراطيه. دونك انت لما تكون انت خارج الاطار نتاع الديمقراطيه، خارج الاطر هذا نتاع الاحزاب ونتاع القوانين ونتاع الدستور، ما تامن لا بالدستور ولا الديمقراطيه ولا واسمه، وراك انت قالهز المحشوشه، وراك رايح انت تضرب بالمحشوشه حتى توصل للحكم، من بعد انت تمنع الناس كما راهم دايرين داعش. لكن لما اصبرني، لكن لما انت تدخل في الاطار قال راهو كاين دستور وكاين قانون وكاين قواعد اللي انت تمشي بها، دوك غدوه لما انت توصل للحكم ما راكش رايح تلغي هذاك القانون اللي انت عن طريقه راك وصلت للحكم، راك رايح تخلي الناس في ربما تعدل بعض الاشياء لما تكون عندك اغلبيه ولا كذا، ولكن تخلي للناس متنفس وين انه الناس تتنافس ويكون فيه تداول على السلطه. اليوم راك طلعت غدوه راك راح تهبط بالتالي. لكن لما تقول لي انت باللي لا انا راني نكفر بالدستور ونكفر بالقانون وانا مانيش حزب ديمقراطي، ما نامنش بالديمقراطيه، وانا كما كانوا يقولوا قال الله قال الرسول، بالتالي انت راك ماكش عندك حتى علاقه بالديمقراطيه، بالتالي من حق الناس هو انه فيما بعد يقولوك باللي لا انت راك تخوف، وبالتالي احنا نمنعوك ما نخليوكش توصل. تفضل. احسنت الاخ نور الدين، راهنا بدينا نفهموا وراك وفيت. يعني كاين ديمقراطيتين، ديمقراطيه الغرب اللي جاتنا من الغرب مفهومها، وديمقراطيه راح نقيسوها على قيسنا احنا على حسب مجتمعنا، فهنايا راح تتعدد شويه على هنا. يعني ما شاء الله بانت الامور. هذا رانا صوتينا الاول. الثاني، هل الجبهه الاسلاميه كان فيها تيارات؟ اكيد يعني اصلا في الاسلام كاين بزاف تيارات كما ذكروا الاخوه، تيارات، ولكن نعقب على بعض الاخوه. السؤال هذا كاين جواب، هل نقصد الطبقه الشعبيه لانه الناس او كاين ربما واحد سكير وانتخب على الجبهه الاسلاميه للانقاذ، هل نحسبه هو، ولا نقصد المسؤولين المنخرطين، او يعني خلينا الشعب كامل يمكن يعني يتحصل على بطاقه انخراط في الحزب، ولكن هل هما المؤطرين او المسيرين للجبهه الاسلاميه للانقاذ او هذا الحزب؟ هنايا ربما نعقب على خويا عبد القادر العزيز اللي قال ان مثلا هل كان الناس من جماعه بويعلي الله يرحمه كانوا في الجبهه الاسلاميه للانقاذ؟ انا ما نعرفش والله تعالى اعلم. هذا واش حبيت نقول الاخ نور الدين، بارك الله فيك. نعم، شكرا الاخ سمير. تفضل الأخ حمودي. نعم، أخي نور الدين، هو لابد أن نقرأ يعني الأحداث وأن ندرسها في سياقتها التاريخية من حيث الزمان والمكان. نعم، هذا يعني ماشي نجيو نحن درك الوعي تاعنا بالديمقراطية في 2016 هو نفس الوعي تاع 1990، ولا هي نفس الظروف ونفس المناخ؟ أبدا. اليوم يا أخي الكريم كانت الديمقراطية يومها، يجي سعيد السعدي ويصرح في التلفزيون ويقول ما نخليكمش تحكموا، هذا حزب كان ديمقراطي يسميوه. نعم. كان بالخير يجي يقول لا، هو رئيس، وهو كان رئيس، أنا نقول وزير داخلية، ويجي يصرح ويقول ما تصوروش بلي رانا نسرقوا السلطة بسهولة، وتصرح موجود. ويجي مثلا هذاك تاع حزب الطالع الاشتراكي هذاك الشريف الهاشمي الشريف ويقول هذا الاسلاميين هادو هذا الظلاميين، ما يقولش الاسلاميين، هاد الظلاميين هادو ما لازمش يخليهم يوصلوا للسلطه. يجي علي بن الحاج ثاني يقول الديمقراطيه كفر ويقول كذا ويقول كذا. هذا هو السياق اللي كان موجود اخي نور الدين. هذا من حيث التصريحات. نجيو للممارسات، نعرفوا باللي الجبهه الاسلاميه للانقاذ هذه حكمت في البلديات، حكمت مده تاع سنه وخمسه ولا ست اشهر، عام ونص فقط. في العام ونص هذا يا اخي الكريم ترجمت البرنامج تاع الجبهه الاسلاميه اللي هو اسعاد الشعب الجزائري، مع ما فيه من اخطاء ومع ما فيه من تخويف. جوستومون الاخ حمودي، احنا حابينك تحكي لنا على الاخطاء التي ارتكبت. أنا جاي نحكيها لك. الجبهه الاسلاميه كي حكمت اخي نور الدين دارت واحد الاسواق الاسلاميه اللي سعدت الشعب الجزائري. اكيد. كانت تروح تشري الجناين وتجيب تحط السلعه وتبيع باقل، كي نقولوا باقل ثمن، المهم كان الناس يساعدوا ويديروا. الشعب الجزائري انتعش في هذاك الوقت وعاش
وأشاد بها رئيس الحكومة حمروش يومها. نعم. كاين بعض الأخطاء نعم ارتكبتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. نعطيك مثال منها، مثلا من أكبر الأخطاء اللي نشوف فيها ارتكبت ارتكبتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي فتح الصراع مع الوطنيين، مع جبهة التحرير الوطني تحديدا. نعم. هادو جنرالات فرنسا هما اللي دزوا شعل النار من هنا وهناك ولعبوا دور الوسيط الشرير. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. فهاد الجنرالات فرنسا والمجرمين هادو هما اللي لعبوا هاد الدور اللي شحنوا الجبهة الإسلامية بشكل من الأشكال اللي وقع الاصطدام الكبير مع جبهة التحرير الوطني. هذا أكبر خطأ اللي ارتكبته الجبهة الإسلامية فيما أرى أنا. هذا هو ولا يعيطوا من شعارات اللي حملناها انا ابن الجبهه الاسلاميه اللي قال ما كنت لا من المؤسسين ولا كنت من الاعضاء ولا من المنتخبين ولا كذا، ولكنني ناشط في الجبهه الاسلاميه اللي قال. فمن اكبر الاخطاء هذه شاد لي برا مسمار شحال لازم يتنحى. جبهه التحرير عندنا نشوفوا في جبهه التحرير وثوره نوفمبر نشوفوا فيها من الكفر اقرب الى الكفر بما كان، يعني هذا هو الجو اللي كان سايد. نعم، ولكن ما كانوش ناس مثلا كانت قلة قليلة هي اللي توجه توجيه آخر، ولكن الجو العام كان هذا هو. من بعد من بين الأخطاء اللي زادوا ارتكبوها مثلا في جريدة المنقذ عنه واحد الوقت على أن الشرطة الإسلامية داروا شرطة موازية. نعم. الشرطة الإسلامية تلقي القبض على قندوز، هذا واحد الشاب صغير هكا ارتكب واحد الخطأ كذا. هذه بصح، ولكن هذه يا اخي الكريم كانت تصرفات كي نقولوا فرديه، اي ماش كانت تتبناها الجبهه، ولكن خرجت عن نطاق التحكم. عباسي مدني ما قدرش يتحكم فيها ولا اللي مع عباسي مدني. هذه قضيه. فالجبهه الاسلاميه اخي نور الدين هي مرت بمرحلتين. نعم. مرحله عباسي مدني وعلي بن الحاج ومرحله عبد القادر الحشاني رحمه الله. لا دوك نجيو لها هذيك من بعد. نعم. احنا دوك حنا نحوسوا في المرحله هذه نتاع منذ نشاه الحزب الى غايه نتاع الانتخابات البلديه، الاخطاء التي ارتكبت. الخطا يعني الكبير هذيك اخطاء هامشيه، الخطا الكبير هو الصراع مع جبهه التحرير الوطني ومع الثوره الجزائريه. نعم. شكرا اخي حمودي من قسنطينه. تفضل الاخ عبد الرحمن من بومرداس، نفس السؤال فيما يتعلق بالأخطاء، وأرجو من كل الإخوة على جل باش نتقيدوا بالأسئلة، ربما يظهرون بعض التساؤلات الأخرى، ربما نزيدوا نعاودوا نخصوا لهم برنامج، نديروا اليوم الجزء الأول. تفضل الأخ عبد الرحمن. فيما يخص الأخطاء التي ارتكبتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أريد أن أعقب على ما جاء به الأخ حمودي. في الحقيقة الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تكن تصادم يعني جبهة التحرير الوطني أو بالأحرى حزب جبهة التحرير الوطني فقط، ولكن كانت يعني تصادم الكل، والكل كان يصادم الكل يعني هذا. نعم تفضل. نعم قلت والكل كان يصادم الكل، يعني هذا الجو المشحون وهذا، لأن الكل كان كما قلت حديث عهد بديمقراطية أو بانفتاح سياسي بالأحرى. فدخول هذا في المعترك، معترك سياسي واللعبة يعني السياسية، يعني كان دخول يعني كان يشوب شيء من الحماس، ويعني والكل كان يعني يصادم الكل، وهذا ما خدم يعني الأطراف معينة في السلطة التي دفعت في الأخير بالأمور إلى منتهاها. هذا ما من جهة. من جهة ثانية قلت بأن السيمة التي تميزت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأنا قلت بأنها كانت ديمقراطية فيما يخص التسيير، وأعطت حرية على مستوى القاعدة لمكاتبها التنفيذية على مستوى البلديات، هذه السيمة هي أيضا أصبحت عبارة عن يعني شيء من يعني جلبت لها المشاكل، يعني عدم الانضباط. الحزب كحزب كان حزبا شعبيا، لم يكن حزبا يعني بيروقراطيا، يعني له مؤسسات يعني
وأذرع قوية تستطيع أن تضبط، يستطيع بها أن يضبط يعني القاعدة الشعبية تاعه. يعني هذا هي يعني المشكل الذي حصل مع الفيسو. أصبح يعني حتى يعني الأنصار، أنصار الفيس، أصبحوا يعني كل واحد عنده يعني تصور للعمل للخطاب، نعم، الخطاب السياسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ، وإن لم تكن تتبنى. حتى أن الكثير من يعني الأنصار كانوا يرون بأن يعني الإسلام كدين يعني يختزلونه داخل يعني إطار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهذا خطأ كبير. وإن أنا أعتقد بأن هؤلاء لم يكونوا من إطارات الفيس، ولم يكونوا يعني بشيء يعني في الفيس، يمكن يعني من عامة يعني الأنصار تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولكن هذا لا يبرئها من المسؤولية، لأنها لم تستطع أن تضبط يعني الأمور كما يجب. نعم أخي. شكرا الأخ عبد الرحمن. الأخ سامي، نفس السؤال الأخ سامي متعلق بالأخطاء، حول الأخطاء اللي ارتكبت في هذاك الوقت. نعم، أولا نحب ندير شوية تعقيب حول دستور 89. عندك الحق، يعني ما فيش مادة تتكلم على الأحزاب السياسية، كانوا يتكلموا على الجمعيات ذات الطابع السياسي. نعم، كان في هذاك الوقت يعني ما كانوش شغل داروا انفتاح يعني برجل القدام ورجل اللور، لأن كان هناك ضغط كبير من طرف لفلان، في لأن كان حزب الواحد، ولو تخلق حزب ثاني راك خاين، وبالتالي الانفتاح هذاك جاء متردد. لما عاود قريت يعني الدستور الآن تاع 89 يعني تشوف هذا التردد يعني فيه. هذه النقطة الأولى. بالتالي عندك الحق، ما فيش مادة تتكلم على الأحزاب السياسية أصلا، يتكلموا عن الجمعيات ذات الطابع السياسي. الشيء الثاني هو حول عبد الرحمن على ما أظن، يتكلم حول الأدلة حول خطاب علي بالحاج. هناك فيديوهات يعني راهي معمرة في اليوتيوب تاع الخطابات تاعو في هذاك الوقت، وين يقول الديمقراطية كفر. ممكن تبعث لنا الرابط، ولا إذا كان فيه بعض من الإخوة اللي راهم يتبعوا فينا، هو أنه يبعث لنا الرابط وبالدقيقة، يعطينا الدقيقة وين راهو نبحث عليهم يعني. إذا كان القوم يعني حول أن الديمقراطية كفر، حول يعني الحكم الإسلامي إلى آخره، يعني موجودة يعني في يوتيوب. نعم، تفضل. الأخطاء الأخ، إذن أنت تعتبر الأخطاء في حقيقة الأمر، الأخطاء كانت كثيرة، لأن بكل بساطة في هذاك الوقت ما كانش دولة القانون، بالتالي ما كانش هناك حدود يعني الشيء اللي كانوا يديروه. فمثال استحواذ على المساجد، فالمسجد يعني هو ملك الشعب الكل، ملك الإسلامي، ملك العلماني، مثل ملك اللي جاء من الحزب الأرسيدي، مثل الأفافاس، يعني بأي حق يستحوذ حزب واحد يستحوذ لك على مسجد. أولا استحوذوا على المساجد، فيما بعد لما خلقوا حماس يعني، فمثلا في المسجد تاع وإن كنت ساكن وصلوا حتى الأيدي، وصلوا الشجار يعني العراق يعني. فبزيد بزيادة المصليات، زيد بزيادة هذا الشيء الأول. ثانيا الخطاب تاعهم يعني نظن اللي كان متطرف، اللي كان يعني ديني متطرف وما كانش عقلاني. فلو أنا في نظري، لو كان في هذاك الوقت الناس اللي كانوا في الفيس كانوا ناس يعني عندهم ثقافة وعندهم رؤية وعندهم يعني مستوى يعني سياسي، لكان في هذاك الوقت كانوا قادرين يديروا ثورة حقيقية، وكانوا قادرين يطيحوا النظام يعني، لأن كان عندهم جبهة شعبية كبيرة، وكانوا قادرين يعني يديروا ثورة بسهولة ويطيحوا النظام بسهولة، ولو كنا في يعني الجزائر الآن بالتطرف تاعهم بالجهل في أصبرت. شوف الأخ سامي، هو هي اللي أدت إلى البلاد وين راهي، ويتحمل المسؤولية تاع واش صرا فيما بعد. نعم، اصبر تشوف الاخ سامي. مطروحاتهم وهذه قناعاتهم كانوا يكفرون بكل شيء. هذه
هذه كانوا كاين شعارات موجودين داخل المسيرات فيه لتسقط الديمقراطية، فيه شعارات موجودة. المهم نحوس أنا إذا كان فيه بعض الإخوة اللي ربما أصبر تشوف، كاين واحد بعث لي رابط ربما نشوفه. تفضل الأخ سمير. سامي دوك نعاود نرجع لك، تفضل نشوف ترى الفيديو هذا ومن بعد نعاود نرجع لك. الو، هذا واش حبيت نقول، يعني التطرف يعني اللي كان في هذاك الوقت والجهل، الجهل يعني الناس اللي كانوا في هذاك الوقت ما كانوش رجال تاع المستوى، ما كانوش في المستوى من اجل انهم يعرفوا ان النظام ماشي روح بركوز ضم، هو عباره عن توازنات داخليه وخارجيه. فالاخطاء كثيره، يعني من بينها يعني المطالبه بالرحيل حمروش والرحيل الشدلي، فكانوا يعيطوا في الطرقان لا اله الا الله وشدلي عدو الله، مسمار جحا لازم يتنحى، في حين ان الشدلي هو اللي مد لهم يعني الحريه تاع الكلام. فاضعاف الشدلي في هذيك المرحله هي اللي جرت يعني الى نزار ولا واسمه الجيش انه يستغل على الشدلي ويضعفوه ويطردوه. فكان لهم يعني الطيخيه يعني نعم تفضل الاخ خاصه ما كان اشياء من يعني بتعدديه الحسبيه. نعم الو. نعم انا نسمع فيك، تفضل الاخ سامي. ايه هذا واش حبيت نقول يعني. شكرا الاخ سامي. تفضل الاخ عبد القادر. شكرا اخي نور الدين. والله يعني من المفروض يكون الجبهة الإسلامية بعد 20 سنة راهي دارت مؤتمر، وهذا المؤتمر يديروا لوتوكريتيك اللي رانا حنا نتكلموا فيه باش ما يعاودوش الأخطاء، يعني إذا داروا عمل سياسي آخر. المهم الأخطاء أخويا نور الدين، يعني لأن السؤال في يعني سألت على الأخطاء، هي في أمور إيجابيات أخرى، يعني واحد باش ما يحسش الناس حقهم، يعني في اخطاء وفي ايجابيات. المهم الاخطاء انا كما نشوفها، يعني بعض الاخطاء اللي راني كتبتها في مسودة. اولا الخطا الكبير هو قلت لك الانطلاقه كانت خاطئه في تشكيل تنظيم الجبهه الاسلاميه للانقاذ. لو ديماراج كان غلط في تشكيل التنظيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ، يعني لموا للغاشي راحوا الجامع القبة وبن جراح وعنوا على الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومن بعد راحوا باب الواد داروا اصطدموا مع التيار تاع الشيخ محمد سعيد. يعني البداية كانت خاطئة، يعني الأساس كان خاطئ، ولذلك صرا لهم بعد أشهر طرد قتل الجبهة من الداخل، يعني قريب يعني انفجرت، يعني ظهور مرة الفقيه وسحنوني في التلفاز ونعرفوا واش حدث بعد ذلك. نعم. هذه الانطلاقة كانت غالطة أنا في رأيي. كذلك عدم التشاور مع التنظيمات الأخرى اللي كانت تعمل منذ السبعينات ومنذ الستينات بعد الاستقلال، ما مشاوروا لنا احنا، ولذلك شوفوا ان نحن كان ضد تشكيل الجبهه. محمد سعيد اللي يعتبر كذلك تيار اخر كان ضد تشكيل الجبهه، وكذلك جاب الله كان ضد تشكيل الجبهه. ثانيا اذكر الاخ امر مهم، وهو استخدام واحتكار المساجد واحتكار المنابر نتاعها. اصبح المنبر تاع الجامع اللي هو من المفروض هو يعني منبر لجميع الجزائريين أصبح فقط وصار، وعشنا الدبزة داخل المساجد، داخل بين مثلا الإمام اللي كان معين من طرف وزارة الشؤون الدينية مع الجيل هذا اللي انخرط في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وصار هذاك التصادم بين، إذا حبيت نقول، بين جيلين، الجيل تاع القديم والجيل هذا اللي تبنى أفكار الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وهذا خطأ كبير، استخدام المساجد واحتكارها. كذلك الخطاب، انتهاج الخطاب التعبوي الصدامي، يعني دائما في الخطاب نتاعهم هذاك الصدام مع الغير، الصدام مع الدولة، الصدام مع فرنسا. حتى كنا نسمعوا سحنوني يخطب وكأنه راح يدير الجيرة على فرنسا.
الهاشمي الصحنوني. فهذا الانتهاج تاع الخطاب الصدامي هذا التعبوي دار واحد الخوف. تذكر انايا في ذاك الوقت كانت الناس تخاف من هذا الجبهه، من البعبع هذا اللي ظهر. كان بزاف من الناس المثقفين، الناس الاداره والناس في الجامعه والناس كذا، بداوا يخافوا من هذه الجبهه هذه اللي انتهجت هذا الخطاب التعبوي الصدامي. وحتى ان ما حتى يعني ناس غير مسؤولين يعني يطلع على المنبر ويبدا يحكي. وهذا دليل على ذلك قمازي قال رانا فتحنا قوائم، اللي يحب يجرد يروح الجهات في القدس يروح يجرد، وانا الاول اللي راح نجرد روحي في القائمه. يعني هذا كلام غير مسؤول هذا. وكذلك علي بالحاج لما داروا المسيره نذكروها من باب الواد، وانا كنت في هذيك كنت صليت وراءه في مسجد باب الواد. يعني خرج لنا بالتوني كومبا تاعو ومشاو الى وزاره الدفاع وطلب من خالد نزار ولا من العربي بالخير باش يفتحوا لهم مخيمات للتدريب الجزائريين باش يروحوا يحاربوا في العراق. يعني هذه لا مسؤوليه، انا نشوفها لا مسؤوليه نتاع بعض قيادات الجبهه الاسلاميه للانقاذ. وهذا المواقف وهذه السلوكات هذه الغير المسؤوله هي اللي اعطت يعني الناس بدات تخاف من هذا البعبع وهذا التيار. وكذلك الدولة ولا السلطة كذلك بدأت تخاف من هذا المواقف نتاع هذا الناس اللي كانوا يمثلوا في ذاك الوقت الجبهة الإسلامية للإنقاذ. كذلك بعض الأمور الأخرى كذلك خلط السياسة والمنهج السياسي بالدين. رجعنا أي حاجة لازم فيها الإسلام، أي حاجة قال الله، أي حاجة قال الرسول، مع أن السياسة ماهيش مقدسة. السياسة هي سلوك، ممكن نغلط ومن بعد نصحح وبكرة نغلط وإلى غير ذلك. هما رجعت أن السياسة رجعت مقدسة، ولذلك الناس بدأت تخاف باش تنقض حتى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لأنه يقول لك إذا انقذت الجبهة راني ننقض في الإسلام، لأن احنا عندنا حب للإسلام، عندنا احترام للإسلام إلى غير ذلك. كذلك خويا نور الدين من بين الأمور يعني حتى البلدية المظاهر هذيك اللي داروها لنا تاع البلديه الاسلاميه، هذا يعتبر شعار كذلك ماهوش يعني في المستوى في رايي انايا، لان احدث هذيك الازدواجيه يعني هذو بلديه اسلاميه والجماعه والبلديه الاخرى تحت لافلان ولا تحت احزاب الاخرى ماهيش بلديه اسلاميه. هذه الشعارات هي اللي احدثت هذاك الشرخ بين الجزائريين وبين التيارات السياسيه الاخرى، وهذا ما غذى الصراع بين يعني الجزائريين. كذلك من بين الاخطاء كذلك اللي نشوفها ونلمسها هنايا الغرور بالعدد والجماهير. شافوا الجماهير الخطابات هذيك تاع نظرا لان الجزائريين متعطشين، اول مره دخلنا في التعددية بدينا نسمعوا قال الله وقال الرسول وإحنا نحبوا الإسلام وكذا. فهذه القيادة تغرت بالعدد وخلطت بين الجمهور النضالي والجمهور الانتخابي، يظنوا بأن هذا الناس هم مناضلين، وهذوك الجمهور هذاك ماهوش نضالي وإنما هو جمهور انتخابي ولا جمهور يعني ماهوش جمهور نضالي. هذه بعض الامور. نعم، شكرا للاخ عبد القادر. الاخ فؤاد مرحبا بك. الو اخ فؤاد من فرنسا مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ فؤاد، الموضوع تاعنا اليوم هو حول الجبهه الاسلاميه للانقاذ والمأساة. رانا الان في النقطه اللي تتعلق بالاخطاء اللي ارتكبتها الجبهه الاسلاميه للانقاذ الى غايه الانتخابات البلديه. تفضل. الو ظهر هو انه راه عندك خلل الاخ فؤاد في الخط تاعك. الو المهم الظاهر هو انه الاخ عندك خلل في الخط تاعك. المهم في انتظار عوده اخونا فؤاد. تفضل الاخ سمير. نعم الأخ نور الدين، بارك الله فيك وشكرا الإخوة كامل. أنا من بين الأخطاء يعني اللي نحسبها أخطاء يعني كبيرة جدا وربما تأثر على
او ربما كانت قادره تغير مجريات الاحداث هو الخطا اللي ذكره الاخ من قبلي انه عملت صدام بين ها هي الجبهه الاسلاميه للانقاذ وبين التيار الوطني. نعم. اللي ما يحملش فكر او الايديولوجيه الاسلاميه اللي تحملها الجبهه الاسلاميه للانقاذ، كان من المفروض انها تعمل شبه توافق وشبه ائتلاف بينها وبين التيار الوطني اللي راهو قريب جدا من يعني تيار الجبهه الاسلاميه للانقاذ او وجهه الجبهه الاسلاميه للانقاذ. هذا هو الامر الاساسي يعني. اما الاخطاء الاخرى اخطاء يعني جانبيه ما راح يكون عندها حتى تاثير. انا حتى شفت الاخوه مثلا يقول لك ذات المساجد ماشي الجبهه الاسلاميه. نعاودوا نفكروا يا جماعه، ماشي الجبهه الاسلاميه للانقاذ ذات المساجد، هم الناس اللي متعاطفين مع الجبهه الاسلاميه للانقاذ. دوك حنا راكي نقولوا الجبهه الاسلاميه للانقاذ، نقصدوا عباسي مداني ونقصدوا المكتب السياسي او التنفيذي، هما اللي عملوا هذا الشيء. ولكن هذا لا، هذه هيئه رسميه، وكاين فرق كبير، شرخ كبير بين الهيئه الرسميه او الجهه الرسميه وبين الناس اللي متعاطفين معاها. هذا هو باش الاخوان لازم نسموا الامور بمسمياتها ونعرفوا كاش نجاوبوا. وانا حضرت للاسف يعني من بين الاخطاء هادو ما نشتهم، انا في المسجد تاع الحي وين كنت انايا كان رئيس اللجنه تاع المسجد كان من حزب تاع نحناح الله يرحمه، الاصلاح، حزب الاصلاح او حركه الاصلاح. فمجرد انه هو طول على كل حال في المده هذه في المهمه تاعو، مجرد انهم اكتشفوا انه مع نحناح الله يرحمه ازاحوه للاسف يعني. والله غير تحصرت يعني حتى في المسجد يولوا امور هكا، سبحان الله. فهذو ما هذو اعمال اعملوهم الناس المتعاطفين مع الجبهه الاسلاميه للانقاذ، ولا الجبهه الاسلاميه للانقاذ ما تقدرش تاخذ حتى ما تقدر دير والو، لان الاخطاء هذو متوفرين في كل حي، في يعني في نفس البلديه، في كل الولايات. كيفاش تقعد يعني كل ثانيه تبدا دير تنديد؟ ما يقدرش هذو يا جماعه، نكونوا شويه عقاله. هذا واش حبيت نقول، كاين فرق بين الافعال الرسميه اللي دارتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ كحزب وعليها اللي رانا اليوم نتكلموا، أو أفعال المنتسبين إليها وهي بعيدة عليهم. هذا مش حبيت نقول. نعم، شكرا للأخ سمير من أمريكا. قبل ما نمر لك الأخ حمودي، صبرني فقط نديروا مقطع هذا نسمعه، كان واحد من الإخوة بعث لي المقطع هذا نسمعه نشوفه. ترى هذا واسمه تجمع تعالي. هذا الفرق بالطريقة الديمقراطية هذا. هاك تسمع. واضحين يا إخوان، إحنا مانيش ديمقراطيين. هذا الفرق بالطريقة الديمقراطية هذا. المهم، هذا واحد من التسجيلات وين أنه يعترف به اللي بالحاج بالقضية نتاع الديمقراطية هذه اللي كنا نحكيو عليها. الأخ أمين بعث لي زوج تسجيلات، ماذا بك على جل باش تعطيني الفحوى نتاع التسجيلات هذه، وإذا كان ممكن هو أنه باش نشغلهم إذا كنت راك سامعهم من قبل. تفضل يا الأخ أمين، نحن على المباشر. إذا راك سمعت هذه التسجيلات هذو. كنا سمعت تسجيلات. وش فيهم هذه التسجيلات هذو؟ تسجيلات الخطاب تاع لاكراف تاع القطر 91. الاول واش فيه؟ هو هي الندوه اللي داروها اللي قال فيها ندير الكلاش وندير اللي حكى فيها على نزار انه يضرب وينحي الحقوق وينحي كذا منا ويقهرهم. وكان ما نعيشوش مقهورين، ندير الكلاش وندير السلاح بالمفهوم وتاخذوه بزاف. نعم. اسلوب تحريضي. نعم. هذا هو الخطاب المقصود. شكرا بزاف. شكرا، سامع التسجيلات هذيك وسامع الندوه الصحفيه كامل. شكرا للاخ امين. المهم قبل ما نمر لك الاخ الميكروفون من فضلك، قبل ما نمر لك الاخ حمودي، فيما يتعلق بالنقطه هذه نتاع الاخطاء، بيودي هو انه ندير مداخله. اولا الاخوه والاخوات اللي راكم تتبعوا فينا، سواء كنتم من أنصار تاع الحزب تاع الجبهة الإسلامية أو كنتم من المعارضين لهذا الحزب والسلوكات نتاعو، لازم توضعوا بعين الحسبان بأن هذا الموضوع هذا قلت
في بداية البرنامج ماهوش محاكمة، حتى ربما باش ما تستغلش التصريحات نتاعنا وتولي توظف. احنا لما رانا نتحدثوا في هذا الموضوع نتحدثوا بموضوعية، تحدثنا في برنامج سابق حول الجنرال نزار، وتحدثنا حول الجنرال توفيق، واليوم جاء الدور تاع الجبهة الإسلامية لأنها طرف في الأزمة الجزائرية، وبالتالي لابد أن نتحدث عليها كما رانا راح نتحدث على شخصيات واحد أخرى، وربما نخصوا برامج كل واحد والمسؤوليات نتاعه. قال مثلا نديروا برنامج لعلي بالحاج وحده، ونديروا برنامج لعباسي مداني وحده، إلى غير ذلك. نديروا برنامج على واسمه الجيش الإسلامي للإنقاذ، نديروا برنامج على الجية، إلى غير ذلك. والهدف نتاعنا من خلال هذه الحوارات المختلفة هو أنه نساهموا في رفع درجة نتاع الوعي، ونساهموا في كشف الحقيقة. هذا هو في رأيي فيما يتعلق بالأخطاء التي ارتكبت أثناء الفترة نتاع الجبهة الإسلامية منذ التأسيس نتاعها وإلى غاية الانتخابات البلدية. كما قال الأخ عبد القادر وأنا نأيد في هذا النقطة، هو أنه كانت الانطلاقة كانت خاطئة. لماذا؟ لأنه هذا مشروع إسلامي، موش نتاع جمعية والله ما على باليش أنا، هذا راه مشروع إسلامي، والإسلام هذا راه دين نتاع ربي، موش نتاع جماعة ولا نتاع حزب، دين نتاع ربي والله نتاع دول كامل مجتمعة. الدين مش نتاع دين نتاع ربي، الإسلام دين نتاع ربي. والإسلام هذا يخي رانا نقوله في الخطب، رانا نقوله في المحاضرات، رانا نقوله في الدروس، لما تكون الناس تدعي في الناس للإسلام يقولك باللي هذا راهو للناس جميعا، صح ولا رانا غلطين؟ إذن الدين هذا ما جاش المجموعة من الناس، راهو جا للناس عامة. بالتالي احتكار هذا الإسلام لمجموعة من الناس لفصيل معين هو إقصاء للأطراف الأخرى. درك لو كان هذا الناس راهم قال مثلا داروا مشورة موسعة، بحيث هو أنه قال مثلا جابوا علماء في الجزائر، عندنا علماء ولا ما عندناش؟ كاين علماء، قال يستشيروا علماء، يجيبوا مجموعة من العلماء ومجموعة من المفكرين ومجموعة من الباحثين، ويحصل نقاش حول هذا المشروع نتاع الإسلام، ومن بعد هما قال يديروا مشروع يجتهدوا فيه، قال لمدة نتاع سنة ولا سنتين، وهما يحضروا له وكذا وكذا وكذا، ويجيبوا الناس اللي راهم هما أهل للدعوة وأهل للمشورة وأهل كذا، وفيما بعد قال هذو مجموعة نتاع جزائريين قاموا بمبادرة نتاع إنشاء حزب، فهمت؟ وبالتالي هما الانطلاقة نتاعهم كانت انطلاقة خاطئة. أنا ما نتحدثش عن النية، النية ربي اللي على باله بها، انطلاقة سياسيا انطلاقة خاطئة. فيما بعد درك الناس اللي راه انخرطت في هذا المشروع، انخرطت حبا في عباسي مدني، انخرطت في حبا في علي بالحاج، خرطوا حبا في المشروع الإسلامي. ولا شك في أنه سواء الناس اللي كانوا منخرطين في الجبهة الإسلامية كانوا في القيادة ولا كانوا في التحت في القاعدة، لا شك هو أنه فيه ناس مخلصين، لا شك هو أنه فيه ناس مؤمنين، لا شك هو أنه فيه ناس يحبوا الخير للبلاد ويحبوا الخير للإسلام، هذا أمر من المسلمات. لا شك هو أنه كانوا فيه ناس يعاونوا في الفقراء، وكانوا ناس يعاونوا في الزوالية، وكانوا ناس يرحموا في المرضى، وكانوا كذا وقدموا تضحيات، هذا أمر من المسلمات، غير الإنسان الأعمى اللي ما يشوفوش. كانت فيه أشياء، وكانت فيه خصال، وكانت فيه يعني بعض الأفعال اللي استحسنوها الجزائريين والجزائريات سواء في القرى ولا في البلديات ولا في الولايات. أخطاء التي ارتكبت وش هي؟ أخطاء التي ارتكبت هو أنه أولا الناس اللي كانوا في المسؤوليات منهم اللي ما كانش عاطي اهتمام للأولويات، بحيث هو أنه يعني انت درك مثلا في بلدية معينة، ولما نقول أنا هذا الكلام ربما ينطبق على كثير من البلديات اللي كانت تحت الوصاية نتاع الحزب نتاع الجبهة الإسلامية، ترك رئيس بلدية، ما هي الأولوية للمواطن في البلدية؟ يا هل ترى هي السكن
او انت تدير شعار نتاع البلديه الاسلاميه، تنحي الشعار اللي كان موجود نتاع من الشعب الى الشعب، وتدير انت شعار البلديه الاسلاميه. وش هو الاولويه؟ ما هي الاولويه في الطريق؟ يا هل ترى هو انه انت تصلح الطرقات تعبدها تدير لها الاناره، ولا تدير انت بلاكه استغفر الله والحمد لله وسبحان الله؟ وش هي الاولويه؟ كان فيه ما كانش فيه اولويات، الناس ما كانش اللي راهم كانوا في المسؤوليات. ما نقولكش انا باللي درك مثلا هذه انت انك انت دير درك، كاين اللي ربما يقول لك وعلاش هذه حرام والله يا سيدي، حتى لك نراها درك هي صحيحه، ولكن انت ما هو الاولى؟ هو انك انت تنقذ مثلا واحد راهو في 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 حاله تنقذه من الموت، ولا تنقذه من من كذا، والا انت دير انت شعار قال ما على باليش انا واش دير انت بيت شعري. وش هو وش هو الاولويه؟ اذا كانت كانت فيه ما كانش الناس اللي كانوا في المسؤوليه مع الاسف الشديد ما كانوش عاطين اعتبار الاولويات. بالاضافه الى ذلك الخطا الفادح الذي ارتكب هو الدخول في صراع مع التيار الوطني. هذا هو الخطا الفادح، واللي كانوا مجموعه من الجنرالات اللي كانوا يبحثوا عليه، هما كانوا يبحثوا على تنحيه حمروش، كانوا يبحثوا لانه ازعجهم حمروش، ازعج بعض الجنرالات، وكان فيه تيار داخل حزب نتاع جبهه التحرير ممثلا في مهري وحمروش والجماعه اللي كانوا في ذلك الوقت احمد طالب الابراهيمي الى غير ذلك من الشخصيات اللي كانوا هما يمثلوا هذاك التيار الاصلاحي اللي كان موجود داخل جبهة التحرير. هذاك التيار هو أزعج هذوك الجنرالات، هذا نزار والعربي بالخيار وتواتي والتوفيق والشلة. بالتالي هما هما حدثوا هذاك الصراع من خلال افتعال بعض الأشياء، وكانوا داخلين في حوار، كانوا داخلين في حوار مع القيادة نتاع الجبهة الإسلامية ممثلة في عباسي مدني، وعلي بالحاج كان يتحاور معهم التوفيق. هما يخفيوا هذه المسائل، هذه نتاع الحوار مع المخابرات يخفيوها. كانوا هما داخلين في حوار، وكانوا ربما يعدوا فيهم، كانوا ربما يعطوا لهم في بعض الضمانات شفويا، وكانوا يسجلوا لهم في كل المداخلات نتاعهم وفي كل الحوارات هذه كلها راها مسجله بالصوت وبالصوره. لذلك هما راه منهم اللي خاف باش يتكلم على هذه الحقائق. كانوا هم يسجلوا لهم في كل اللقاءات هذيك اللي كانوا يديروا فيها، سجلوا فيها بالصوت وبالصورة. وهما من خلال هذيك القاعدة اللي موجودة عندهم على مستوى 48 ولاية يديروا بعض الشائعات، بعض الشائعات يغذيوها، يبعثوا ناس يدخلوا يخترقوا الحزب. حزب كان مخترق من القيادة للتحت، مخترق من الجهاز تاع المخابرات. هما كانوا يغذيوا في بعض المسائل من أجل إحداث صراع بين جبهة التحرير والجبهة الإسلامية، والصراع اللي كان حادث هذا هو لأنه الأحزاب الأخرى ما كانش عندها تجذر شعبي. الحزب الوحيد اللي كان عنده تجذر شعبي على مستوى 48 ولاية هو الحزب نتاع جبهة التحرير. بالتالي الصراع اللي كان موجود كان موجود بين جبهة التحرير والجبهة الإسلامية. إذن من بين الأشياء التي يعني تعتبر من الأخطاء الفادحة هو الصراع اللي حدث بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة التحرير. وخي كانوا في ذلك الوقت كانوا يطالبوا بالتنحية نتاع حمروش، كانوا يطالبوا بها. أخي مانيش نقول فيها أنا ضرق، راني نحكي فيها في 2016. كانوا في ذلك الوقت يطالبوا باستقالة نتاع حكومة حمروش، وكانوا يطالبوا بانتخابات رئاسية. درك الانسان اللي درك هو يحكي على الشاذ اللي راه من حواه، كيفاش انت مهدت الارضيه لهذ الجنرالات هم باش ينحيوه، ومهدت الارضيه على جال باش يروح حمروش، ومن بعد تولي درك تقول لي انت باللي الشاذ اللي كانت عنده كانت عنده كانت عنده. انت راك مشارك معهم، مشارك مع هذ الجنرالات، علاه تهرب من المسؤوليه؟ راك مشارك معهم. درك ربما كانوا ناس منخرطين، ربما ما كانش عندهم معلومات، ما كانش عندهم معطيات، كانوا يندفعوا، كانوا ربما كان حماس، كان كذا، ولكن هذوك مش مسؤولين. المسؤول اللي راهو كان هو يدير في الحوار مع التوفيق
ويدير روحو باللي ما عنده حتى علاقه بالمخابرات ويتهم في الناس، قال باللي انت راك من المخابرات، لما يعرضوه قال انت من المخابرات. كيفاش انت تتحاور مع التوفيق وتتحاور مع الجنرالات الاخرين هذوك وانت حلال عليك وتعقد معاهم في الصفقات، وفيما بعد انت لما واحد يخرج قال انت راك من المخابرات؟ إذن فيه كوارث اللي وقعت. هذه فيما يتعلق بالنقطة نتاع الأخطاء. بطبيعة الحال كانت هناك أخطاء أخرى، الأخطاء هذه نتاع المساجد، بحيث هو أنه حزبت المساجد، حزبت. صار هذا الحزب هذا تابع للجبهة الإسلامية، وهذاك الحزب تابع الحماس، وهذاك الحزب نتاع النهضة، وهذاك الحزب نتاع لفلان، هذاك ملتحي. وصرنا دخلنا في صراع. يعني المسجد هذاك اللي كان هو يجمع المسلمين كامل على الاختلاف المشارب نتاعهم والخلفيات نتاعهم، وكان مكان للهدوء وكان مكان للعبادة وكان كذا، صارت المساجد صارت محزبة، والإمام اللي كان خارج على الخط نتاع الجبهة الإسلامية كان راهو رايح يلقى مشاكل مع المصلين، وكان راهو رايح ويوصل الى درجه هو انه يسحبوا منه الثقه، ويصير فيه مجموعه راهم يصلي وجماعه من وراهم راهم يديروا في صلاه واحده اخرى. هذه حقائق نحكيوها، الى درجه وين انه وصلوا كاين بعض الائمه اللي تمت الازاحه نتاعهم من المنابر، كاين منهم اللي كاين حتى تلاميذه عند الشيخ بن باديس. وهذا الكلام اللي راني نقوله انا مانيش نقول فيه من راسي، نقول بحقائق وقادر حتى نعطي أسماء. كانوا أئمة، كانوا تلاميذ عند الشيخ بن باديس، تمت الإزاحة نتاعهم من المنابر. بالإضافة إلى ذلك كان فيه يعني تصرفات اللي كانت ربما تغذيها، كانوا يغذيوا فيها الجهاز تاع المخابرات، لا شك في ذلك. كان فيه اختراق، بحيث هو أنه كما قبل تكلم الأخ عبد القادر في هذه المسألة هذه نتاع بويا علي، كانوا موجودين هذو الجماعة نتاع بوعلي، كانوا موجودين، وكان فيه في جناح هذا التكفيري، جماعة نتاع الهجرة والتكفير، حتى إذا كانوا راهم هما أقلية داخل هذا الحزب، ولكن كانوا موجودين وكانوا هذو مدعومين، كانت يعني دعم فيهم بعض الجهات نتاع المخابرات ونتاع الشرطة، كانوا مداخلين هذا الحزب، وكان فيه صراعات موجودة داخل الحزب. يعني ربما لما يكون مثلا الحزب هذا نتاع الجبهة الإسلامية، حتى باش الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا يفهموا هذه المسائل، ربما ذوك مثلا لما يكون الحزب تاع الجبهة الإسلامية في بلدية معينة، مثلا البلدية هذيك المواطنين يعرفوا بعضهم بعض، ربما منذ الصغر، لأن الإسلام هذا ما جاش مع الجبهة الإسلامية، جا من قبل. لكن الأمر يختلف لما يكون في ولاية، لما تكون في بلدية صغيرة، قال مثلا فيها 20,000 ساكن ولا 10,000 ساكن، والناس تعرف بعضها البعض، يعرفوا الإنسان الملتزم، ويعرفوا الإنسان الدخيل، يعرفوا الإنسان العميل، يعرفوا الإنسان اللي راهو يتصل بالجهات هذيك. بينما لما تكون في ولاية كبيرة مثل العاصمة ولا في قسنطينة ولا في عنابة ولا في الولايات الكبيرة، ما تقدرش تتحكم كما ينبغي. رغم أنه كان فيه تنظيم، ورغم أنه كانوا فيه عدد هائل من المخارطين، ولكن مع ذلك كان الاختراق كان موجود. إذن هما استغلوا هذيك الحماسة واستغلوا هذيك الجماهير ودخلوها ثاني عن طريق العنصر النسوي في المكاتب. كان منهم اللي راهو يدخل هو من أجل الحصول على معلومات، وكان اللي كان هو يدخل لبث في الشائعات، وكان هو يدعم في فلان وضد علان وإلى غير ذلك، واستغلوا هذه المسائل. كان منهم اللي كانت عنده تجارة حب يلعبها باللي راهو تاب وراهو كذا، يدير فيها زو الشعرات ويدير فيها شوية كحل في عينيه، ويدخل ثم وجاء أخوكم وكذا، يعطي لهم كشما في كش مكتب، يعطي لهم كشما كرسي ولا كشما طابلة ولا ذيك، وروح السيد راهو عشى من المبشرين بالجنة. كانت فيه أخطاء فادحة اللي وقع فيها الحزب، كاين اشياء اللي ربما على بالهم بها القياده، وكاين اشياء اللي ربما تجاوزتهم نظرا لكثره الاعداد الهائله اللي كانت موجوده على مستوى 48 ولايه.
الأخ حمودي، نمر إذن النقطة اللي بعدها فيما يتعلق بالإضراب الآن. رانا لحقنا الآن النقطة نتاع الإضراب. عندي تعليق ساعة نرتين أخويا. نعم تفضل. أولا مانيش عارف إذا كان نطربوك بالانضباط بالوقت، تولي تزاني 5 دقائق ولا معليش. تفضل تفضل. بارك الله فيك. شوف أخويا نور الدين، أنا نشوف في بعض التدخلات، على كل حال الحمد لله أنه كل واحد يدخل يقول هذا رأيي. نعم. هذا الشيء اللي مليح على كل حال في النقاش، هو رأيه لا يلزم الآخرين. ولكن قاعدين نشوفوا الشيخ باللي كاين بعض التدخلات يتقف عند قوله فويل للمصلين وما تكملش. نعم. كما قال أبو نواس، ما قال ربك ويل للذي كفر، بل قال ويل للمصلين. فكي تجيب لي أنا علي بالحاج وتقطع لي، جيب لي نص كلمة ها واش قال علي بالحاج وتقطع. نعم. علي بالحاج يا أخي الكريم قال لك لما هذا حقيقة، لكن كان عنده سياق آخر، وهذا نجيو ليه. لو كانت تفرد حاجة أخرى نجيو الدراسة هذه بالنقد البناء، النقد البناء على كل حال. ما راحيش نقول احنا دركا نخرجوا هذه الجبهه هذه باللي ما دارت والو، ولا هي الجبهه هذه عباره عن اخطاء ولا انطلقت. انا من رايي، انا ثاني عندي راي اخر اللي يخالف هذا، باللي الجبهه الاسلاميه اللي قالت لم تكن انطلقت خطا، ما كانش خطا في الجبهه الاسلاميه حيث الانطلاق، لان الانطلاق كان الساحه السياسيه لجميع الجزائريين انطلقوا بنفس المقدمات وبنفس النتائج وبنفس الظروف، وكل الجزائريين كان عندهم كبت وكان عندهم كره شديد لهذا النظام الظالم الغاشم. انطلق الشعب الجزائري كله، انطلق الحزب الليبرالي، وانطلق الشيوعي، وانطلق الاسلامي، وانطلق الوطني، وانطلق العلماني، وانطلق الديمقراطي، وكلهم تكلموا. وصلت بالك 60 حزب ولا 70 حزب، كل الناس قاعده تتكلم. القبول وضعوا رب العالمين مدوا للجبهه الاسلاميه اللي قاد قبلها الشعب الجزائري. واش دخلني انا في هذا اللي يجيب زوج شعارات هذا ويحط لك حل في عينيه؟ هذا شاذ يا اخي الكريم، هذا ما عنده ما دخل الجبهه في هذا. الناس لما تقول انا نقبل الامام هذا وما نقبلش هذا، ماشي الجبهه الاسلاميه واش عباسي واش بن الحاج هو اللي فرض هذاك الامام على الناس. راه الناس اللي كان كما صرات بالضبط كما صرات في تونس، اللي نزلوا الامام تاع بن علي، نزلوه من المنبر وطلعوا الناس الامام اللي حبوا الشعب. دوك في الوقت هذا الشعب حب علي بن الحاج وصلى مع علي بن الحاج، وكون يخليو علي بن الحاج دوك يزيد يدير جمعه اخرى، دوك يزيد يصلي وراه الناس. قول لهم انت خطا ولا ماهوش خطا، هذا اختيارهم يا اخي الكريم. هذه من ناحيه قضيه ترتيب الاولويات. هذا ترتيب الاولويات يا اخي الكريم، لانه قلنا في البدايه في المقدمه انه النظام والسلطه هي سلطه حمروش، يومها حكومه حمروش نزعت كل الصلاحيات البلديات اللي نجحت كي نجحت الجبهة الإسلامية. كان البلدية هي اللي توزع السكنات، كانت البلدية هي اللي توزع الأراضي، كانت البلدية هي اللي توزع المحلات التجارية، كانت البلديات هي اللي تدير كثير من اللي توزع الإعانات. نحاو كل هذه الصلاحيات ردوها للولاية، ثم بعد ذلك جاءوا البلدية خلاو لها إلا المجاري المائية، هذيك حاشاكم الزيقوات وروح اللي يصلحوهم ويخدموهم ويهزوا القمامات. هذا واش خلاو لها؟ نشوفوا احنا مثلا، نروحوا نعطيك زوج امثله باش ما نطولش ونولي لقضيه الاضراب. نشوفوا مثلا احنا الجبهه الاسلاميه اللي قاد في البليده في مدينه الاربعاء، وين موجود مصطفى كرطالي ربي يذكره بالخير، وهو موجود لليوم. نهار كان مصطفى كرطالي رئيس بلديه الاربعاء، يا اخي الناس اليوم الحمد لله تشرب من العيون في ديارها، جاب لهم الماء من راس الجبل من فوق وجابوا لهم حتى لديارهم، وكل واحد دخلوا الماء الى يوم الناس هذا. نفس الشيء الذي فعله مدني مزراد في قوس، وهو كان عضو برك ما كانش حتى رئيس بلديه. فقضية ترتيب الأولويات هذه يا أخي، كانت عند بعض البلديات، نعم أنا معك، كانت بعض البلديات، كانت بعض التصرفات في المساجد، لكن هذه كلها يا أخي الكريم كانت تصرفات فردية. مش معنى هذا أن الجبهة ما عندهاش مساوي أو ذكرنا منهم، ولكن ثاني ميزاتها ميزات أكبر من مساويها بكثير. قضية الإضراب الآن، الإضراب هذا أخي نور الدين، لماذا جاء الإضراب؟ هو الإضراب هذا كان في ماي، كان في ماي 1991 واستمر 25 يوم هذا الإضراب. علاش سبب تاع الإضراب هذا؟ ما هو سبب الإضراب؟ هو كان لمواجهة التزوير المسبق من قبل السلطة، من قبل حكومة حمروش. كي نقولوا حكومة حمروش، فيها المؤسسة العسكرية، فيها الشادي، فيها كذا، لأن الأمور ما كانش كان بالتنسيق بيناتهم على كل حال، وهذه معروفة. لما حكومة حمروش جات في التقسيم الإداري، لما شافوا نجاح الجبهة الإسلامية للإنقاذ في البلديات، ورغم أن الجبهة ما دخلتش لجميع البلديات،
في قانون الانتخابات اللي جاء من وراء مباشرة، راحوا داروا قانون على المقاس. القانون هذا قسموا فيه تقسيم بشع جدا، بحيث بين التقسيم تاع غزالي وبين التقسيم تاع مولود حمروش كاين الفارق تاع 111 مقعد. هذه كلها كانت رايحه لجبهه التحرير. تقولي علاه رايحه لجبهه التحرير؟ نقول لك بناء على ان المناطق اللي فيها جبهه التحرير واللي نجحت فيها البلديه تاع جبهه التحرير هما اللي دعموها. كان في التقسيم الاول تاع مولود حمروش البرلمان كانوا راح يديروه من 541 مقعد، هذه موجوده في الجريده الرسميه اللي يطلبها من الدارون. من بعد ذلك بعد في التقسيم الثاني اللي صرع لي اللي ضرب، كي قالوا لهم كيف هذا لا يعقل. نعطيو بعض مثال واحد برك باش نقولوا بالمثال يتضح المقام. في عنابه مثلا كاين بلديتين، بلديه البوني وبلديه اخرى مجاوره لها. وحده تاع البوني فيها حوالي 110,000 ولا 120,000 ساكن، عطاوها واحد فريد ممثل واحد. نفس الشيء في البلديه الاخرى فيها 3000 او 2500 ساكن، عطاوها مقعد. يعني مقعد هذا يوازي هذا 120,000 ساكن يمثلوهم، يقابلوهم 2500 ساكن. كما مثلا في قضيه الإليزي كان فيها 30,000 او 33,000 ساكن، عطاهم 3 مقاعد. في بعض المناطق مثلا اخرى عطاهم 5 مقاعد للعدد تاع السكان تاعها يفوق تاع إليزي باربع مرات او بخمس مرات. فلما وقع التزوير المسبق هذا، الجبهه الاسلاميه اعلنت عن الاضراب من اجل ان يعاد النظر في هذا المشروع فقط. هذا هو المطلب الوحيد، اعاده النظر في هذا التزوير المسبق. لانه بين قوسين نفتح قوس صغير نور الدين نقولوا هنا النظام الجزائري. النظام الجزائري عنده نوعين من التزوير في الانتخابات، عنده التزوير المسبق وعنده التزوير الميداني. التزوير الميداني هذا اللي هضر عليه سعيداني هذوك النهار في لما رد على المجموعه تاع 19-4، قال لهم باللي او راح لكم اللي كان يعمر لكم الصناديق، راح لكم اللي كان يعمر لكم الصناديق. معناه كان جهه اخرى تستعمر لها الصناديق من اصوات المواطنين ولا بالتزوير بكل شيء. فهذا التزوير بعد شوف لما جاء الاضراب هذا استمر 25 يوم. 25 يوم ما فيهش يا اخي الكريم، احنا كنا معتصمين وكنا نقعدوا والنادي. نعم دوك نعاود نرجع لك الاخ حمودي. شكرا الاخ حمودي. تفضل الاخ عبد القادر. الو الو اخ عبد القادر من كندا تفضل. نعم نورزين. شو النقطه تاع الاضراب؟ الاضراب يعني انا تبعت مليح الاضراب تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ. نعم. بعد ما اخذوا البلديات بعد الانتخابات البلديه وبعد ما اخذوا يعني لا ماجوريتي تاع البلديه تاع ليشان ناسيونال، بون حمروش حكومه حمروش داروا لي زيتود تاعهم ستاتستيك، شافوا باللي حبوا يديروا لا ان بالانس، حبوا يديروا لا ان بالانس يعني توازن بين، يعني كانوا يشوفوا نظره مستقبليه، سميها تزوير سميها دراسه استراتيجيه، انا نشوف باللي نظره استراتيجيه مستقبليه حبوا يديروا اون بالونس بين فوز، شافوا باللي وين البلديات وين الكثافه تاع اللي فوتاو على الجبهه الاسلاميه للانقاذ والكثافه السكانيه تاع اللي فوتاو على فلان وعلى لي زوتر بارتي. دونك واش حاب يدير؟ داروا تقسيم اداري، تقسيم دوائر جديد. هذا التقسيم الدوائر تاع جديد حبوا باش كي يروحوا للتشريعيات راحين يديروا هذاك التوازن، ان بالونس اونتر لو اف ال ان اونتر لو فيس اي لي زوت بارتي. دونك هذا هو السبب، هذا هو السبب. دونك كما قال الاخ حمودي قال باللي التزوير كون نروحوا لحمروش يقول لك حبيت ندير توازن باش ما يصراش الكلاش هذا اللي تسبب لنا الى قتل الجزائريين وتدمير الجزائر وعشرية سوداء الى غير ذلك. فهما يعني اللي شافوا داروا لي زيتود ستاتستيك تاعهم تاع الدوائر اللي فوتت على الفيس الى غير ذلك وعاودوا تقسيم الدوائر. فالدوائر اللي فيها كثافه سكانيه قليله وفوتت على فلان يزيدوا لها الدوائر
ومن ثم كي تصرى الانتخابات الشرعيه راح يصرى هذاك التكافؤ، تكافؤ، فممكن يكونوا جو سي با بالك 40 40% ولا 30 30% في البرلمان الى غير ذلك. واش يحدث؟ يحدث يعني سير ديمقراطي ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه. فلما درسوا الجماعه الجبل الاسلامي للانقاذ، درسوا القضيه هذه تاع الدوائر، شافوا فيها باللي ماهيش عادله، ماهيش عادله، وهي تزوير ولا غير ذلك. وكذلك تغروا بالانتخابات البلديه، وشافوا باللي راهم عندهم بلديات وكذا وكذا، ف دخلوا في واحد التحالف تاع احزاب كانوا فيها وقيله واحد اذا نتذكر واحد 7 أحزاب ولا 6 أحزاب، حبوا يعني تو كانسل يعني باش ينحوا هذا القانون تاع الدوائر الانتخابيه. وبعد فتره يعني لقاو رواحهم هما في الواجهه، الاحزاب الاخرى تراجعت ولا سكتت ولا ما دارتش الاضراب وما دارش اللي حتى راح الى العصيان المدني. الجبهه الاسلاميه للانقاذ لقات روحها وحدها في الواجهه، في الواجهه. واش المطالب تاع الاضراب؟ هو لانيولاسيون تاع هذيك التقسيم تاع الدوائر الانتخابيه والرجوع الى القانون القديم. هذا هو الاساس، المطلب الاولي تاع الاعتصام اللي كان في ساحه اول مايو وساحه الشهداء وبعض المناطق يعني على المستوى الوطني. ولكن المشكل هذا هو اللي رانا نهضروا، ان التشكيل تنظيم الجبهه الاسلاميه للانقاذ كانت تشكيلا خاطئا، الانطلاقه كانت خاطئه، وبالتالي القياده تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ ما كانش تكونترولي مليح المناضلين تاعها والقياده تاعها داخل الحزب، ولذلك فلت منها هذا السلوك او هذا النضال السياسي. هو يعني اجراء مظاهرات ولا تجمعات، يعني هذه سياسه حاجه مليحه، ولكن الامر فلت من بعد. ومن بعد بداوا يقولوا باللي مسمار جحا لازم يتنحى، بدات المطالب تكبر، قالوا باللي حمروش لازم يتنحى والشادلي لازم يتنحى. وفي الجامعات احنا كنا خرجت مظاهرات من الجامعات باب الزوار ولا فاك سونترال والحراش الى غير ذلك، لا دراسه لا تدريس، حتى يسقط الرئيس. يعني شوف من المطالب تاع قوانين انتخابيه رجعت الامور الى امور اخرى. وكان الاختراق كما راه نتكلمنا، الاختراق كان من الراس الى الرجلين، كانت الجبهه الاسلاميه مخترقه، والتطرف كان، والجماعات التكفيريه كانت داخل، أرواح أنت وكنترولي هذا الحراك السياسي. ولذلك وصلنا إلى القتل، ونزار خرج للآخر وقتل المتظاهرين في ساحة الشهداء وفي ساحة أول ماي. ومن بعد مباشرة تم اعتقال علي بالحاج وعباس مدني، يعني هذه. ومن بعد إلى آخره، ومن بعد جاء الشيخ محمد السعيد، ومن بعد جاء الشيخ حشاني، ومن بعد داروا اللقاء تاع القبة، ومن بعد راحوا لباتنا، ومن بعد تجددت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، يعني عاودوا التشكيل تاعها. شو بعد حوالي مش عارف شحال من شهر ولا من عام، باش عاودوا صحوا الطريق نتاعهم والمنهجية والمسلكية تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. إذا هنا نحبس. إذا نعم. هذا هو الإضراب أخي نور الدين. نعم، شكرا. كان هذا هو. شكرا للأخ عبد القادر. تفضل سمير. نعم، السلام عليكم. السلام. سؤال يعني الإضراب يعني اللي عملته الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أنا مش نعرفه كامل، واش ذكر الأخ حمودي، هذاك هو السبب، أنه كان تزوير يعني مقنن. نعم. كان راح يكون تزوير لو مثلا تم الانتخابات بالطريقة اللي بالقانون، قانون الانتخاب اللي أعدته حكومة حمروش. هذا هو الشيء اللي نعرفه. واش ذكر الأخ عبد القادر، هذه يعني من 1990 الآن أول مرة نسمع بها، حتى حمروش ما ذكرهاش، وغريب يعني. كيفاش الأخ سمير؟ واش كان يذكر الأخ عبد القادر، أول مرة نسمع بها أنايا، أول مرة نسمع باللي السيد حمروش والحكومة تاعو الموقرة
هكذا اللي كانت دائما تحب تدير الخير، انها عملت هذاك القانون فقط باش تخلق توازن، فقط هذا ما كان باش تخلق توازن. لا هذا كيفاش فهمت انت، كيفاش فهمت انت التوازن الاخ سمير؟ واش كان يحكي يعني 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 لان هذيك البلديات فيها بزاف من واش نقول لك المنتخبين لصالح الجبهه الاسلاميه للانقاذ، اما نحاولها مقاعد وحطوا مقاعد يعني حطوا مقاعد في البلدات الاخرى نعم اللي ما انتخبتش عليها الجبهه الاسلاميه للانقاذ، وشكون هذيك البلديات؟ ولكن من الناحيه يعني المنطقيه الاخ سمير، اصبرني برك الاخ عبد القادر، دوك نعاود نرجع لك. اسمح لي دقيقه، نحن نعمل عمليه حسابيه ورياضيه، خلينا من التفلسيف تفلسيف يعني الاخ سمير، باش تفهم وجهه نظر اخ سمير. اصبرني ودوك انت بلغ الوجهه نتاع النظر نتاعك انت كيما تحب. من الناحيه السياسيه تذكر رانا كما كنا نقولوا قبل الاخوه، كانت هذه بداية، كان هناك انفتاح سياسي بعد ما كان هناك حزب واحد، كان انفتاح سياسي. كنا تحدثنا في برنامج سابق هو أنه يصرى مرات من خلال التراكمات هذه السلبية يصرى انسداد، يصرى احتقان هذاك. انت لما ما تنفسوش راهو رايح يصرى انفجار، بالتالي انت لازمك تنفسه كما نقوله على مراحل، تنفسه بالشوية. هذه راك تشوفها حتى عمليا لما تشوف انت عندك انتويو هكذا والله، ويكون الماء راهو غير يزيد، لازمك انت دير له فتحه حتى باش فيما بعد انت دير التنفيس هذاك. درك هاك تشوف فيه النظام درك الان مرات هو انه يصير احتقان، يكلفوا ناس من اجل التنفيس، حتى منهم اسلاميين اللي راهم يستعملوا فيهم مره على مره باش يديروا التنفيس. درك في المرحله هذيك، مرحله الاخ الكريم نتاع اللي دخلت الان، طفي الميكروفون حتى نعطيك الكلمه، اغلق الميكروفون من فضلك. دوك انت في المرحله هذيك الاخ سمير، في المرحله هذيك انت راك مطالب على جال باش انت تمشي تدريجيا، تمشي خطوات. درك هما ربما راهم في تلك المرحله كانوا ينظروا لها هو انه مش من صالح البلد هو انه تكون هناك اغلبيه، لانه راه رايحه تتحرق المراحل هذيك. تفضل الاخ سمير. نعم الاخ مرضي، دوك هنايا ولينا نحكو ونبرروا واش دارت حكومة الحروش، ماشي هي موضوعنا. لحظة، هنا رانا نحكيو على الإضراب يا الأخ سمير. نعم الإضراب، وانت راك واش حكيت دوكا كامل، واش هضرت انت راك تمد رؤية حمروش فقط. مانيش نمد في الرؤية نتاعو، راني نطرح في تساؤلات من بعد. عاود اسمع، راك مرات على بالك ما راكش مركز في الحوار، من بعد عاود اسمع الكلام نتاعي، انا راني نطرح في التساؤلات من اجل اثراء الحوار. تفضل. خليني نجاوبك. الله يجازيك. انا مازال ما سالتش، بصح هضر عبد القادر. تفضل. انا مانيش مبرر في حمروش، هذه من جهه. من جهه ثانيه، انا قدت مسيره في ذاك الوقت نتاع طلبه، وانا اعتقلت في هذاك الوقت، وكنت مؤيدا ذاك الوقت، كنت مؤيد لمطالب الجبهة في عدم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وكنت فاهمه مليح، وكنت أنا اللي نقنع الطلبة ذاك الوقت باللي هذا الأمر تاع تزوير. ولكن بعد ذلك اكتشفت بأنه لا تزوير ولا هم يحزنون. كان حمروش والإدارة تاع حمروش ذاك الوقت كانوا حابين يديروا وتلك إمبالانس، imbalance entre les parties، باش واحد ما يتغول على الاخر. كانوا حابين يديروا imbalance باش ما نروحوش وين وصلنا في المأساة الوطنيه. ولذلك داروا لي، قلت لك داروا لي ليتود ستاتستيك نتاعهم من خلال النتائج تاع البلديات، شافوا البلدي الدوائر الانتخابيه لي فوتات على فلان ولا على دي بارتي وخد اخرين، وعطاو لها قسموها بحيث عطاو لها بلوس نتاع دوائر انتخابية. كي يصرى الانتخابات تتبالونس الحالة، ما يصرالناش 188 تاع الفيس و20 تاع فلان، حبوا يديروا امبالونس في البرلمان. وهذا ما فهموهش الجماعة تاع جبهة التحرير وجبهة تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وما فهمناهاش كاع حنايا. والمطالب كما قلنا راحوا كبرت المطالب، ونحو حمروش طالبوا بإقالة الشاذلي
ومن بعد شنو ورانا وين رحنا من بعد؟ هذا واش حبيت نفهمك يعني. تفضل الاخ سامر. بارك الله فيك الاخ عبد القادر. الكلام اللي قلته معقول هكا نقبلوه وما شاء الله جنة مليحة، ولكن هل حمروش هو اللي هضر معك قال لك هذه هي سبتو؟ هذه وحدة. هل هذوك حكومة حمروش أو سموهم الوطنيين سموهم، وعلاش ما راحوش تكلموا مع العقلاء؟ العقلاء أنا نحط عليها قوسين، العقلاء تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقولهم ارواحوا يا راهي كاين دولة عميقة، شوفوا واش نديروا شوفوا واش نديروا، لأن راح هذا الحل اللي قلتوا راهو عملوا تطبيقيا عبد القادر الحشاني الله يرحمه سنوات من بعد ذلك. ولكن هذه الحكومة اللي أنا نتكلم عليها اللي قننت الانتخابات، لماذا ما راحتش للعقلاء تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ وتشرح لهم بهذه الطريقة وهم راح يقبلوا؟ هذه وحدة، هذا سؤال. وعلى أنا نسأل أنا هكا، هذا ونجاوني الأسئلة، لأن الفكرة هذه هذا وصلتني. زائد الديمقراطية اللي كنا نحكو عليها مع الدول تتناقض مع هذا القانون. صافي حنا الأول أرانا أصلا راهم هما هذه حكومة حمروش هي كفرت بالديمقراطية، لأنها راح تقسم سوا ديزون هيا بحسن النية، راح تدير بالانس. هذا الميزان اللي راح تعمله بين كاين 60 حزب، على أي أساس راح تدير هذا البالانس؟ علاش تقسمه غير على 3 أو على 4 أو على 5؟ يعني أنا حابس في يعني في راسي، وحابس على أن الفكرة هذه هذا وين جاتني، هذا وين سمعت بها. أنا قلت لك أنا كذلك مشيت في المسيرة، وكنت أنا في جامعة باب الزوار نهار خرجوا الطلبة، أنا كنت تما، أنا كذلك كنت نمشي في المسيرة. لكن قلت لك أنا الأمر اللي نعرفه من هذاك الزمن حتى الآن هو يعني كانت راح تروح انتخابات، يعني راح تكون نتائج مزورة بطريقة قانونية، لذلك ناضوا الناس، هذا هو من حقهم يعني. أمر ما باين. سامحني باش نمر للإخوة الآخرين. الأخ سمير، مازلنا مجموعة من النقاط، مازلنا مجموعة من النقاط مازلنا ما ناقشناهاش، وراهم كاين إخوة راهم ينتظروا. على الإضراب الأخ سمير، ركزنا على النقاش. فكرة منطقية دوكا الناس يتسمع باش نشوفوا بين واش كانت الظن الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واش كان الظن حكومة حمروش سوا ديزون بالنية المليحة باش تخلق التوازن. تفضل الأخ شريف فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع الإضراب. تفضل أخ شريف. الو نعم الاخ نور الدين، انا معك. تفضل الاخ شريف فيما يتعلق بالنقطه نتاع الاضراب هذه باش نواصلوا النقاش. كاين فيه خلل تقني، مهم اضطرنا على جل باش نخرجوا من الحوار. المهم نعتذروا لكل الاخوه والاخوات اللي راهم يتبعوا فينا. تفضل الاخ شريف نكملوا من النقطه نتاع الاضراب. احنا الان رانا لحقنا وين انه الجبهه الاسلاميه للانقاذ اعلنت باللي دارت إضراب، النتيجة هو أنه كان في تلك المرحلة الحكومة نتاع حمروش قامت ببعض الإجراءات من بينها تقسيم نتاع الدوائر الانتخابية، وعلى إثر ذلك قامت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالإعلان على إضراب. نعم تفضل. نعم، هو السبب هذا هو، لأن لما قاموا بتقسيم الدوائر الانتخابية فين موجودين الجبهة الإسلامية للإنقاذ أعطوهم التمثيلية أقل من الأماكن الأخرى. على كل حال قامت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالإضراب، وهذا وفقا للقوانين ووفق القوانين الديمقراطية والدستورية اللي تسمح لأي حزب أنه يقوم بمظاهرات أو يقوم بإضراب أو يقوم بأي شيء سياسي، المهم أنه لا يخرج على الأطر السلمية. كان الدستور تاع 89 ما كانتش موجوده الامور هذه اللي تحكي عليها انت يا هذه. معلوم كانت. ايه سيدي، اعطينا ماذا بينا تعطينا ماده من الدستور اللي تحدث على انه الحزب السياسي يدير اضراب، ماذا بك باش تعطيها لنا نقراوها؟ لا الاخ نور الدين، هما المداروا الاضراب لو كانوا شافوا باللي انه لو كانت السلطة الحاكمة آنذاك شفت باللي أن هذا القانون هذا الإضراب غير قانوني. كانت الناس تجتهد يا الأخ شريف في تلك المرحلة، كانت الناس تجتهد والقوانين ما كانتش مضبوطة كيف مرها الآن.
كان الدستور هذاك نتاع 89 كانت فيه احكام عامه، ما كانتش يعني الامور مضبوطه كيف ما ربما راها الان في الدساتير اللي جات من بعد. الاخ نور الدين، حنا واش نتحدثوا؟ نحدثوا في اطار لما ما يكونش هناك في السياسه، اذا كان ما يكونش هناك نص صريح بالمنع، معناتها هذا العمل يصبح قانوني، لان ما كانش هناك نص انك ما تستطيعش دير مظاهرات ولا ما تستطيعش دير، ما كانش نص، معناتها تدخل هذا في اطار حريه الديمقراطيه، معناتها في الدول المتقدمه. الان ما يجيش في فرنسا يقول لك ما عندكش حق دير مسيره ولا اغرام، ما كاش، لان من حريه الانسان من طبيعه الديمقراطيه والحريه انك تعمل الاضراب، تعمل القتل، ولكن في اطار السن، معناتها ما تعمل ليش انت اضراب او تعمل لي مظاهره وتهدم وتبدا تعمل في المشاكل. الان السلطه ماذا دارت؟ قامت بخلق اعذار لاطلاق الرصاص على من؟ على المتظاهرين الموجودين في الساحات. شوف العمل مش العمل. وش هي الاعذار؟ وش هي الاعذار اللي خلقتها السلطه؟ منها انها لازم كما نقولوا حنايا تنظيف المساحات ولا ما شابه. قالوا ايه هذه ما تجيش عن طريق الرصاص، ما تجيش في الليل عن طريق الرصاص والكرموجان. ولكن يا الاخ الشريف، شوف سامحني على جل باش نثري والنقاش. انت ذركا كما سبق لي، وهو انه قلت هو انه في تلك المرحله كانت عندنا نظره غير النظره اللي الان راه عندنا في 2016، هذه نعترفوا بها على المباشر والناس تسمع. انت ذرك الاخ شريف، لما نتحدثوا مثلا الاسلام قبيل، انا قلتها ونعاود نكررها في كل مناسبه وفي كل موعد، هو انه الانسان لما يتحدث كاين اشياء اللي تخصه هو. دونك مثلا حنا لما نتحدثوا نقول انا راني نمد في وجهه نتاع النظر تاعي انا، ماشي راني ناطق رسمي باسم الاسلام. دونك انت هذه المسائل، هذه الساحات العموميه ماهيش خاصه بالجبهه الاسلاميه، ساحه عموميه. الساحه العموميه هذه مش ملكك انت تتصرف فيها وانك تقعد فيها قد ما حبيت. الساحه العموميه هذه ملك الجميع، الطريق ملك الجميع، موش انت مجموعة من الناس هو انه يجوا في الطريق ويحكموها. طريق راه اسمح لي برك، كاينه مبادئ عامة هذه راه على الجميع، بمعنى انه غدوة 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 انت توصل للحكم ولا تخرج من الحكم، تبقى هذه المبادئ تبقى مبادئ أساسية عامة نتاع الناس كامل. تا دركا احنا ما راناش نبرو في التدخل نتاع الجيش، ما راناش نبرو فيه. حنا رانا نحكيو دركا من اجل على جال باش نتجنبوا اشياء حتى باش ما تتكررش الاخطاء، لانك لما انت تولي تبرر يعني هذا اكثر من 20 سنه اكثر من 200 الف قاتل وما زلنا نزيدو نبرو، ما زلنا نزيدو نبرو الى متى؟ وقعت اخطاء. اخطاء انت دوك لما انت تعلن اضراب مفتوح وتجي انت في الساحات العامه، انت في ساحة الشهداء وفي ساحة اول ماي في كل الساحات العمومية، وتصير الناس تصلي في الطرقات، الطرق مسكرة، فهمت؟ والوسم نتاع المرور صاحبي، راك في دولة راه فيها شرطة، فيها جيش، فيها درك، فيها مخابرات. لما تصير انت دولة داخل دولة، من بعد انت ذوك ما توليش انت ذوك انت تعيب على الناس هذو اللي راهم هما دايرين ذوك هذا الجهاز المخابرات مستعملين هذه الدول العميقة، نفس الشيء انت راك تقوم به. شوف الاخ نور الدين، اذا رانا نتكلموا من ناحية تكتيكية، انه الجبهة الاسلامية من ناحية تكتيكية اخطأت، معناتها كي بدات تقيم المرحلة الاضراب والطريقة اللي دارت بها الجبهة الاسلامية من ناحية تكتيكية، هذا نستطيع أن نتحدث فيه ونعطي فيه الآراء وبدون مشاكل. أما أنك إنسان يعطي هذا الكلام لك تقول فيه أنت وكأنه يوحي على أن من حق السلطة أنها تطلق الرصاص على الناس الموجودين، أنا نقول يوحي، ما نش نقول حقيقة، يوحي على ذلك، هذا خطأ. لا 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 لا، شوف المسألة هذه
مساله استراتيجيه ماهيش مساله تكتيكيه. تا درك اسمح لي، تا درك راه النظام قائم، نظام شرعي ولا غير شرعي، النظام راه قائم، قائم راه كاين رئيس جمهوريه، كاين مجلس شعبي وطني، كاين درك، كاين شرطه، كاين مؤسسات راها هي تسهر على هذا الشان العام. تا درك راك دخلت في مواجهه مع النظام، دخلت خرجت للساحات العموميه، اعلنت اضراب، واذا كان درت انت شروط، اذا كان كذا واذا كان كذا اللهم بارك، اذا ما كانش كذا واذا ما كانش كذا انا ندير كذا وانا ندير كذا وانا ندير كذا. دوك النظام هذا درك يا اما هو انه بحكم المسؤوليات اللي راها درك هو ملقات على العاتق نتاعو، هو انه يحرص على الشأن العام ويحرص على الامن العام، وبالتالي هو انت دوك اذا كان راك راح تدير انت مثلا تجمع لمدة معينة، قال مثلا راح ندير التجمع انا في البريد المركزي من الساعة 12 الى الساعة 2، انت راك راح اولا تسكر طريق، راك رايح تجيب انت تستدعي بطريقة مباشرة ماشي غير مباشرة، راح تستدعي بطريقة مباشرة القوة نتاع الامن نتاع الشرطة على جل باش ما تكون متواجدة ثم، حتى باش هي تحرص هذيك المنطقة وتبوك لها في حالة ما هو انه تصرى احداث الى غير ذلك. لما يصير الاضراب مفتوح على مستوى اغلب الولايات في الجزائر في الساحات العمومية، مش غير في مكان، في ساحات العمومية، شحال لازم لك انت من شرطة، شحال لازم لك انت من درك على جل باش هما تارك راح تخدم نظام كامل، راك راح تخدمه اذا كان عندك نقولوا مثلا انت الالاف المؤلفه من الناس اللي راهم يتبعوا فيك، راك رايح انت ناس كامل راك راح تحبس تشل الدوله، تشلها خلاص نهائيا. تفضل. ومن بعد انت، من بعد انت هذا الناس مع الارهاق هذاك اللي راهو رايح يبدا، هو ربما في البدايه ربما تكون الناس عندها فضول، حابة تعرف، حابة تشوف، حابة كذا، لكن لما تصير 10 ايام و15 يوم و20 يوم، كاين واحد حب يشوف العائلة نتاعو، كاين واحد حب يتزوج، كاين واحد مريض، كاين واحد عنده زيارة، كاين واحد كذا عنده ارتباطات، واحد كذا، انت راك رايح تدير ضغط، بالتالي تتحمل فيما بعد النتائج. شفنا فيما بعد هو انه أقيلت هذه الحكومة نتاع حمروش بطلب الناس اللي كانوا يطالبوا في تلك المرحلة بإقالة الحكومة نتاع حمروش وبإعلان انتخابات رئاسية مسبقة. تفضل. لا أخ نور الدين، في الحالات العادية، في الحالات الديمقراطية والسياسية، ما يلزمش يحدث الذي حدث في الجزائر، والو الجبهة الإسلامية قامت بإضراب مفتوح، لأن القتل واستهداف المتظاهرين او المضربين في الساحات بالرصاص الحي في الرؤوس وفي القلب، هذا معادي مش على الديمقراطية، معادي للإنسانية، معادي لأبسط الأشياء. أما الجبهة الإسلامية، أنا نعجبني في ذيك اللحظة الوقت هذاك اللي كنت نتبع وسمعت واحد من المحامين قال في قضية 8 أكتوبر من ما صرت سرقة وكذا، قال هذا الشعب فيه الجهل، فيه سراق، فيه الإنسان محتاج، فيه كذا، فيه كذا، حسرقوا، دخلوا كسروا سرقوا. مي بالصح الناس اللي محاكمين الدولة هو عندها عقل، ما يروحش يتيري على الإنسان بالرصاص الحي للراس باش يقتلوه، وهو يماه وباباه 20 سنة ولا 25 سنة وما يربوا فيه يكبروا، هو يعطيه برصاصة للرأس، يضربوا بالماء، يضربوا بالحصب، يضربوا بالقزول، ما نشعر يخليه يسرق يروح، ما نشعر كيف يدير له، مي بصح من حق الدرجة باش يقتلوه. هذا دليل على أن الناس اللي كانت تحكم كانت تبحث على القتل، كانت تبحث على تصفية الناس. لماذا تصفيتهم وتخويفهم؟ لأن كانوا يدرون وعندهم علم يقين أنه لو ما قاموش بهذاك العمل كانت ستسقط العصابة اللي تحكم الآن، ولهذا خافوا أنه الإضراب يكمل ويوقع في هناك ما يسمى ب كما نقول إحنا يا بال كيش نقول إحنا المقاطعة العامة، أصبح الناس قاع ما يروحوش الخدمة والناس قاع ما تخدمش، وواحد ما يخرج برا خلاص لقى روحهم يلازم يرفضوا الباكاج تاعهم ويهربوا. هما خداو
شوف هما ما تشوفش من انه الاخ شريف على جال باش نمر الاخوه الاخرين. نعم. ولازمنا نتوقفوا ربما نكملوا الحوار في فرصه واحده اخرى يعني نديروه على اجزاء. ما تشوفش نعم. انت الاخ شريف فيما يتعلق بهذه النقطه نتاع الاضراب هو انه ناس داخل النظام من الجهاز نتاع المخابرات هو انه اخترقوا هذا الاضراب، بل كانوا ربما حتى الوراء نتاعو، لانه كاين فيه بعض التصريحات كاين فيه بعض الشهادات هو انه الفكره نتاع الاضراب هي اصلا كانت من الصانع نتاع المخابرات، بحيث هو انه كانوا مجموعه من الاحزاب سته او سبعه هكذا اعلنوا هما اللي في البدايه كانوا رايحين يديروا اضراب، وفيما بعد تخلوا على الفكره وغذوها ناس مبعوثين ولا مكلفين بمهمة، ومن بعد اقتنعوا هذو القيادة نتاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالفكرة هذه نتاع الإضراب. هذه شهادة راها مذكورة يعني، ومن بينها واسمه الكولونيل هذاك سمراوي هذاك راه ذكرها في الكتاب نتاعو نتاع سنوات الدم هذاك اللي سماه، بالإضافة إلى أنه هذا الإضراب هذا تسببت عليه كوارث كوارث كبيرة. صح. الأخ نور الدين هذا الكلام اللي تقوله فيه الآن فيما يخص أنه الإضراب كان ستقوم به سبع أحزاب ولا ما شافش من الحزب، وكان من بينهم الجبهة الإسلامية الإنقاذ، لكن في الأخير انسحبوا وبقت الجبهة الإسلامية الإنقاذ هي رفد المشعل ورايحة. وبعض ما قريت وسمعت أنه بعض إسقاط حمروس ومسمرج حاجة سبيت نحا، كل هذه كانت مخدومة لتخدم السلطان الحاكمة بعد ما داروا الانقلاب. الأمر هذا لابد أن يدرس، هذه من الأمور أنا نشوفها أنها تجربة الجبهة الإسلامية الإنقاذ كتجربة لابد أن تدرس، مش فقط من طرف الإسلاميين. كل من يريد حقيقة أن يغير في الجزائر ويغير تغيير صحيح وحقيقي أنه يدرسها من منظور أنه إذا كانت هناك أشياء تشابهها أن يحذروا. هذا هو المشكل. قادر أن يكون هناك كما احنا نقول احنا يا دخول بعض المخابرات وبعض الناس يشتغلون مع كما سميت الآن الدولة العميقة، هذا ممكن، لكن لازم لها من بحث ودراسة لإنسان يتعلم منها باش ما يزيدوش نوقعوا في نفس الخطأ اللي وقعنا. نعم شكرا أخي شريف وبارك الله فيك وسمح لي. قبل ما نمر لك الأخ حمودي بيودي هو أنه فقط ندير مداخلة قصيرة فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع الإضراب، لأنه كان كما سبق لي وأن قلت حدث خلل فيما يتعلق بالإضراب هذا نتاع ماي وجوان 1991. بطبيعة الحال كما قلت في وقت سابق ونعود نكرر من أنه النظرة نتاعي مثلا هذه المسألة هي تختلف، لأنه في المرحلة هذيك اللي نتاع الإضراب كنا صغار يعني ما كانش كيف ما رانا الآن، الإنسان زاد دار تجربة في المجال هذا نتاع السياسي والإعلامي وفهم كثير من الأشياء، بالإضافة إلى أن الإنسان الآن راه عايش في الخارج وفهم كثير من الأشياء. بطبيعة الحال هو الجبهة الإسلامية في تلك المرحلة هو أنه استندت على هذه القوانين نتاع تقسيم الدوائر اللي دارها حمروش، كان هذا هو الدافع اللي أدى فيما بعد إلى إضراب. والإضراب باش نقول للإخوة ربما اللي ما عاشوش تلك المرحلة، الإضراب قبل ما يشرعوا فيه حدث نقاش داخل المكاتب نتاع الجبهة الإسلامية بين المنخرطين نتاع الجبهة الإسلامية، وكانوا فيه ناس اللي كانوا ضد الإضراب وكانوا فيه ناس اللي كانوا مؤيدين للإضراب، والناس اللي كانوا مؤيدين للإضراب كانوا هم الغالبية داخل الحزب. حصل ما حصل هو أنه بدأ الإضراب أعتقد يوم 25 ماي، وكان يوم سبت، راني شايفي لها كيما درك. لماذا؟ لأنه أنا كنت من الناس اللي شاركوا في الإضراب، ما رانيش نحكي في أشياء هكذا نتخيل فيها والله. المهم انطلق الإضراب هو انطلق بصورة سلمية وبدأ فيما بعد يكبر،
بدا في النهار الاول ما كانش يعني ما كانتش مشاركة كبيرة، والله بدا في البداية بشوية، ومن بعد بدا يكبر، بدا في حالة تصاعدية الى درجة وان انه الكثير من المؤسسات فيما بعد اغلقت، وبدا يحدث الضغط، الضغط من خلال التكدس هذاك نتاع القمامات، من خلال الامراض المعديه، لانه كانت فيه بعض المسائل، بالاضافه الى الاختراق، اختراق اللي كان موجود. الاختراق لما نقول فيه ماشي نقول فيه في 2016، كنت نشوف فيه بعيني، اختراق كان موجود داخل الاضراب، وفيه كانوا ناس هذو التكفيريين، ما نقولش انا باللي راهم هما يمثلوا الغالبيه داخل هذا الحزب، هاد الناس اقليه، ولكن كان عندهم تاثير، كان عندهم تاثير. لماذا؟ لانه كان عندهم دعم، كان عندهم دعم، كانوا مرات انه تلقى منهم واحد يحكم الميكروفون الى غير ذلك. والمهم حدث ما حدث، هو انه في تلك المرحله رانا قلنا باللي حمروش هو دار الاستقالة نتاعو، وهذا شفناها من خلال فيما بعد كاين تصريح تقيته في فرصة في 99 في المؤتمر هذاك نتاع حركة الوفاء، التقيته ثم، ولكن ما كانش عندي فرصة على جل باش انا نتحدث معاه في هذه المسائل. المهم هو من خلال التصريح نتاعو المعلن على القناة نتاع الجزيرة قال باللي انا درت الاستقالة نتاعي تحت الضغط نتاع الجبهة الإسلامية، وقدم الاستقالة نتاعو للشاذلي قال له وظفها وقت ما حبيت. درك هما هذا المجموعة نتاع الجنرالات الاستقالة أعلن عليها أعتقد بتاريخ 4 جوان إلا ما رانيش غلط. المهم دوك إذا كان أعلن الاستقالة في 4 جوان بمعنى هو أنه دارها قبل، ربما يكون دارها هو قال مثلا في 1 ولا في 2 والله. الأحداث وقتاش بدات؟ بدات هو بعد ما دخلوا القوات نتاع الجيش، دخلوا أعتقد بدات في الجامعة نتاع باب الزوار، وفيما بعد بدات فيه تفريق للمسيرة، وبدأ فيه الضغط واختراق، ولا نرى فيه شهادات راه من بين هذاك العميل هذاك كريم مولاي، هو راه كان مكلف بمهمة وغيره من الناس اللي راهم شاركوا في تلك المرحلة الدموية، راهم شاركوا، راه كاينة تصريحات وكاينة شهادات. الاختراق إذن حصل، الحكومة نتاع حمروش سقطت، وكانت فيه مطالب بتنحية نتاع الشاذلي. المطالب هذه راه منها ما هو معلن بالصوت والصورة، راه كاين الحوار أنا تبعناه في تلك المرحلة، المناظرة اللي أجريت في التلفزيون وكان شارك فيها عباسي مدني وعلي بلحاء واسمه مهري، وراهو قالها بالصوت وبالصورة عباسي مدني من أنه هذا مسمار جحا لازم يذنحها. إذن أعطيت الفرصة لهذا الناس اللي هما كانوا يحوسوا على جلباش هما ينحيوا حمروش وينحيوا الشاذلي، وحصل الذي حصل. الأخ حمودي باش نختموا هذا البرنامج نبقاو في النقاش حول النقطة هذه نتاع الاستقالة نتاع حمروش والانتخابات التشريعية، علاش رأيك في رأيك الأخ حمودي طلبوا بالإقالة نتاع حمروش والذهاب الشاذلي؟ هل ترى ما كانتش عندهم دراية، ما كانتش عندهم علم بالصراع كيفاش راه موجود إلى غير ذلك، وعلاش دخلوا في الانتخابات التشريعية بحكم هو أنه هذا النظام هو راه كان معول باش يروح بعيد؟ وانا قلت لك اخويا نور الدين قبل الاجابه على هذا السؤال عندي برك تاخر بسيط. نعم. بالنسبه للاضراب انت قلت ربما ما كانش في الدستور تاع 89، اولا وقبل كل شيء القضيه الساعه اللي قبل هذه تاع التوازن هذا اللي كان ذكره الاخ عبد القادر انه يكون من هنا انه راح التسجيل الاول هذاك نضيفه هذا. نعم. التوازن هذا يا اخي الكريم كان على حمروش انه يديروا مع قادة الجبهة الإسلامية الإنقاذ، يقولوا يا عباسي مدني أرواح نديروا تحالف، أرواح نديروا تشاور، أرواح نديروا توازن باش نغلبوا ولاد فرنسا وحزب فرنسا. أما أنه يديروا وحده هذه يا أخي ما كاش منها، والإضراب هذا تاع الجبهة الإسلامية الإنقاذ كان سلميا سياسيا، كان سلمي، ما فيه لا قمامات لا أمراض معدية كما راك تقول. وين هي الأمراض المعدية هذه؟ كاش ملاريا قاست الناس ولا؟
لكن هذه الحالة ولا زوج حالات الشد لا يقاس عليه يا أخي الكريم. أما ثانيا الإضراب هذا هو حق دستوري. أسمع المادة 54 من قانون من دستور 89 نوردين واش تقول؟ المادة 54 من دستور 1989 تقول الحق في الإضراب معترف به، الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون، ويمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق متى؟ أو يجعل له حدودا لممارسته فيما يدين الدفاع الوطني والأمن. يروح واحد في العسكر ولا في الشرطة يروح يدير لك إضراب، هذه ما كاش منها. أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية كما السبيطارات كما لي بومبي كما كذا كما كذا، هذه باينه على كل حال. والجبهة الإسلامية اللي قاد خلات الحد الأدنى في كل هذه الجوانب. ولا شرطة ولا الدفاع ولا عسكر ضد الإضراب. الإضراب هذا كانت مؤسسات، كان حزب حزب معترف به جاد الحق دستوري مارسه. ما حد تخر، ما حد تكسر، ما حد الناس تحرقت، ما اعتدوا على أملاك الغير، ما سجلوا الناس الشكاوات يومها. جيبوا لنا شكوى هذه اللي سجلوها، لكن سجل شكوى وزوج أي متى غير معتبرة مع هذا الحجم الهائل. وكما كنت تقول أخويا نور الدين كبير أنه الحزب هذا اللي يشل دولة كاملة، إذا كان حزب بإمكانه يشل دولة هو أولى بالحكم، هو أولى بالحكم إذا كان عنده من القوة ومن الحشد الجماهيري عنده باش يقدر يشل الدولة كاملة. إذن هذا يقدر يحكم، خليه يحكم. وشاد اللي قالها له من هذا الشعب في الانتخابات. هذه يعني باختصار شديد قضية الاختراق هذه اللي كانت في وسط الإضراب. نعم المادة اللي قلت لي عليها الأخ حمودي وش هي؟ مادة 54. 54 أيوة. نعم مادة 54. نعم الحق نعم. هذه هي. فدرك نقولوا علاش حكومة حمروش سقطت لهذا الشيء هذا، ما قدرتش تجابه الأمر هذا. كان لابد أن الاستجابة للحزب هذا لأنه استجابة لمطلب شرعي واضح قانوني دستوري. فجاء جاسين حمد غزالي سقط حمروش. حمروش سقط لماذا؟ لأنه من ضغط الجبهة من جهة، ولأنه أعطيت الإشارة لإخلاء الساحات العمومية بالقوة وبالرصاص، ولهذا ساق الحمروش وصرح بها، وفي محاكمة الشيوخ صرح بها وقال بالحرف الواحد مانيش عارف شكون اللي باب. محمد صالح محمدي كان وزير الداخلية يومها قال انا ما عطيتش الاذن بالضرب. حمروش قال انا ما عطيت، انا كنت استقلت ما على بالوش شكون اللي عطى. بقات بين نزار بين الشاذلي. الشاذلي يعني حصلت في نزار هو الذي اعطى الاشارة لاخلاء الساحات العمومية بالقوة. فهذا هو بقات قضية الشادي بجديد. لماذا الآخر؟ هذه يعني على كل حال من الأخطاء الكبيرة ثانية تاع الجبهة الإسلامية اللي انقلب، بالإضافة إلى الأخطاء اللي ذكرناها قبل، نذكروا ثاني هذه قضية الشادي، لأنه قضية الشادي هذه ذكرها عباسي مدني في حواره مع عبد الحميد مهري في المناظرة تاع عبد الحميد مهري رحمه الله. أي كاين هذا الجانب أو يفسروا عباسي مليح لماذا طلب استقالة الشادي، لأنه يشوف كان يشوف باللي القوانين اللي يصدرها البرلمان لا معنى لبرلمان يصدر قوانين رئيس الجمهورية عنده الحق فيها ولا يحبسها ولا ما يخليهاش تمشي. وهذه اللي يشوف مليح المناظرة هذه كي موجودة على اليوتيوب، وأنا عندي من بعد اللي حب نبعثها له نبعثها له، هذه موجودة يشوف مليح ويفهم. وهذه كنا نعتبرها على كل حال، وكنا دينا باللي مسمار شحال لازم يتنحى والنشاد اللي برا والاعتصامات وما الى ذلك. هذه كذلك من اخطاء الجبهه الاسلاميه للانقاذ الان نشوفوا على الوقت هذاك على كل حال. نعم شكرا شكرا اخي. نكملوا في المره القادمه الاخ حمودي، المره القادمه ان شاء الله نكملوا الحوار. المهم فقط فيما يتعلق بالنقطه هذه اللي انا ذكرتها لانه شفتها بعيني ماشي قالوها لي، والله كانت بدليل هو انه وجود الاطباء، كانوا فيها اطباء، كانوا فيها فرامله متطوعين، وهو انه يداويو الناس. يعني كانت فيه بعض الاشياء مريض بالسكر واحد مريض بالسكر. نعم هذه اكيد حشد جماهيري كبير. نعم لازم اللي يطيح ولازم اللي يمرض ولازم بين قوسين اخويا نورديك. نعم في امريكا احتلوا الشوارع سمير ولا لا؟ هذيك تاع قضية احتلال الشوارع، واحد المجموعة كنادات باحتلال الشوارع في أمريكا. نعم هذه تسمى قضية الممارسة لحق دستوري، ماشي قضية تعطيل لحياة الناس. نعم
شكرا أخي حمودي. تفضل الأخ عبد القادر فيما يتعلق بهذه النقطة، بعد إن شاء الله أن نختم البرنامج، وإن شاء الله في المستقبل ربما نزيدو نديرو حلقات واحدة أخرى حتى باش نزيدو نعطيو الموضوع هذا نعطيو له حقه. تفضل الأخ عبد القادر. شكرا أخويا نور الدين، وشكرا للأخ أخ وش يسموه اللي كان قبلي، حمودي، بارك الله حمودي بارك الله فيه. ولكن المادة اللي ذكرها قال لك الإضراب يمارس في إطار القانون، هذه لازم ندير خط تحتها. فهل كان تمديد الإضراب والطريقة اللي كان، هل كان في إطار القانون ولا لا؟ نعم، هذا هو السؤال المطروح، هذا هو السؤال المطروح. فأنا قلت لك باللي الإضراب طبعوه الجبهة الإسلامية للإنقاذ، طبعوها وأخطأت الهدف الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالقيادة اللي كان ذاك الوقت، أخطأت الهدف. من المفروض باش تدير اليد يدها في يد حمروش، في هي حكومة حمروش والشاذلي بن جديد، ويديروا يلعبوا اللعبة السياسية، ويديروا خطوة، يمشوا خطوة خطوة، اغتروا هذا الغرور. واش يعمل هذا الغرور ولا كيف اسمع بس مدني، المغالبة والمطالبة، مغالبه والمطالبه راهي في الـ في الـ في الاخر تاع يعني التاسيسي، يعني التاسيسي تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ. يقول لك انا حنايا المسلكيه تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ هي المطالبه والمغالبه، يعني نطالبوا، اذا ما كاش المطالبه لازم نغالبوا. فالاضراب هذاك كان عنده هدف معين، من بعد خرج من الإطار تاع القيادة تاع الجبهة الإسلامية، رجعوا يطالبوا بسقوط حكومة حمروش، ومسمار رجح يتنحى، وهكذا أخطأوا الهدف. ونعرفوا باللي في كل يعني الطرف تاع الجبهة فيه متطرفين تكفيريين، وفي الطرف الثاني كذلك كاين إقصائيين. فلما الصوت تاع الناس العقلاء يعني خفت، وش راح يجيك الصوت المتطرف، وهذا ما حدث. فصرا واش صرا، وبعد ذلك الحمد لله، يعني كانوا رجال مثل حشاني رحمه الله، ومثل محمد السعيد وغيرهم. هذا الناس واش داروا؟ اول حاجه داروها في 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 مؤتمر باتنا، واش داروا؟ داروا يعني إعادة النظر في القيادة، وجمدوا عضوية بعض القادة اللي كانوا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. معنى ذلك أن هذا الجبهة الإسلامية للإنقاذ اللي انطلقت انطلاقة خاطئة من البداية، برجال ما همش في المستوى. وهذا ما عملوه في 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 مؤتمر باتنا، مؤتمر باتنا، وعندي أمامي أنا البيان تاع مؤتمر باتنا، يعني الناس اللي نحوهم وجمدوا لهم العضوية تاعهم، وكاين الناس دخلوهم في إطار الجبهة الإسلامية للإنقاذ. معنى ذلك وهذا ما يعني وش يعني لا بروف تاع واش راني قلت. أنا من البداية قلت باللي البداية تاع الجبهة الإسلامية كانت خاطئة. فلما حشاني والقيادة الجديدة اطمأنت باللي كان الهيكلة تبدلت، وكاين رجال في المستوى يعني راهم شدوا بزمام الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ثم قرروا يعني دخول الانتخابات التشريعية، يعني روح جديدة وأشخاص جدد وروح جديدة وخطاب جديد. وهذا وش نشوفه، يعني الواحد لما يراقب الخطاب تاع الجبهة في وقت عباس مداني وعلي بالحاج قبل الاعتقال تاعهم، وبعد المؤتمر تاع الوفاء نتاع باتنا، فيه يعني اختلاف كبير، يعني فرق كبير في الخطاب. يعني رجع الخطاب متعقل، الكفاءات بدينا نشوفوا الكفاءات، راح هذاك الخطاب التكفيري اللي كان حامله سحنوني
وكرار وزبده وهذوك هذوك الجماعه هذوك، ويعني ظهر خطاب جديد عقلاني، يعني حبذا لو كان هذاك الخطاب العقلاني قبل الاضراب تاع جوان. يعني هذا واش حبيت نقول. نعم. وبارك الله فيك خويا نور الدين. نعم. وان شاء الله نكملوا هذا ان شاء الله هذا الحوار يعني مره ان شاء الله قادمه شاء الله. وما نريد الا الاصلاح. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا اخي عبد القادر. اخ سمير قلت لي تحوس دير تعقيب، تفضل دير تعقيب باش نختموا البرنامج. نعم اخ نور الدين بارك الله فيك. رانا هنا يعني رانا كامل نسمعوا لبعضنا بعض، وما بيناش اننا نغطوا مثلا على حقائق ولا نحشموا من الغلطه تاعنا، ولا ماذا بينا برك نعرفوا الحقيقه ونتعلموا منها. ورانا نسمعوا كذلك يعني حكايات يعني من المفروض تكون في التاريخ، فمن الاحسن اننا نتحراو الحقيقه. وانا من هذا الباب قلت نعقب على خونا عبد القادر كي كان يحكي مثلا ان حشاني الله يرحمه عمل ملتقى الوفاء في باتنا باش يعني يعاود يجدد. نعم يعاود يجدد، صح عاود يجددها، لانه حقيقة حدث هذاك الشيء، ولكن السبب ما نقدوش نعرفه. لماذا يعني العلة لازم حشاني يهضر ولا واحد اخرين كان تشاور معهم حشاني هو اللي يقول باش مثلا ينحوا هذوك المتطرفين، او باش انني نقول هكا يا حشاني عمل هكذا. أنت سامر البيان راهو عندي، تحب نقراه لك نقراه لك. معليش انا لك البيان نقراه لك. هاو البيان مؤتمر الوفاء. معليش انا ماذا بيا تبعثوا لي على حقيقه تحب نقراه اذا نور الدين يعني تفضل تفضل. انا نحتاج كبيان كوثيقه. تفضل الموجود موجود تفضل. نص بيان مؤتمر الوفاء بعد الهجمه الشرسه التي تعرضت لها الجبهه الاسلاميه للانقاذ ظلما وعدوانا لتشتيت صفوفها وشل حركتها وإبطال فعاليتها في الساحة السياسية قصد إجهاض الحل الإسلامي في الجزائر، بعد أن ثبت احتضان الشعب لها تضافرت جهود أبناء المخلصين لرص صفوفها وتفويت الفرصة على أعدائها، فانعقد ملتقى الوفاء باتنا الأوراس الأشم الذي ضم مجلس الشورى الوطني وممثلي مكاتب الولايات يومي 14-13 محرم 12-400 هجري الموافق 25-26 جويلي 1991، الذي توصل إلى النتائج التالية. أولا تثبيت الشيخ عباس مداني رئيسا للجبهة الإسلامية للإنقاذ والشيخ علي بالحاج نائبا له، بين قوسين التعليقي هذا الشيخين راهم في الحبس داوم راهم في الحبس تاع بليده. ثانيا تثبيت الشيخ محمد سعيد في مجلس الشورى الوطني. ثالثا هذا هو المهم، تجميد عضوية الإخوة الآتية أسماؤهم في مجلس الشورى الوطني إلى غاية انعقاد المؤتمر: بن عزوز زبدة، الهاشمي سحنوني، محمد كرار، سعيد مخلوفي، قمر الدين خربان. رابعا تكوين لجنة تحقيق تحقق أولا مع كل أعضاء المجلس الشوري الوطني، ثم مع بقية هيئات الجبهة الإسلامية للإنقاذ. خامسا فيه ألف وباء. ألف دعم الملتقى مجلس الشوري الوطني ب12 عضوا يمثلون مختلف جهات البلاد، ليوسع بعد أسبوعين بممثلين عن الولايات وبعض الفعاليات والكفاءات الإسلامية الموجودة على الساحة التي أثبتت ولاءها ومصداقيتها تجاه الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ب يعين المكتب التنفيذي الوطني المؤقت من بين أعضائه ملحقا صحفيا لتبليغ التصريحات الرسمية. ومن بعد داروا تنظيم صف الإنقاذ. هذه هي كيفاش داروا. رقم واحد عبد القادر الحشاني مسؤول المكتب، اثنين قاسم تاجوري رئيس لجنة التنظيم، ثلاثة عبد الكريم غماتي رئيس لجنة الإدارة والوسائل العامة، ربعة عاشور ربيحي رئيس لجنة المال، خمسة يخلف شراطي رئيس لجنة الدعوة والإرشاد، ستة عثمان عيساني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، راني نقرأ فيه باختصار على كل حال، سبعة عبد القادر الرجام ربي يرحمه رئيس لجنة الإعلام،
8 نصر الدين تركمان رئيس لجنة رعاية المجلس المنتخبة، 9 رابح كبير رئيس لجنة المكلفة بالعلاقات مع الجمعيات غير السياسية وكان سابقا عضوا في اللجنة الجهوية شرق الجزائر. هذا هو نص البيان وفيه ملحقات ولا ملاحق. والسلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل الأخ سمير كمل المداخلة نتاعك باش نختموا البرنامج ونواصلوا إن شاء الله في حلقة واحدة أخرى، لأنه هذا ربما الموضوع هذا يحتاج وقت كثير وربما يحتاج أيضا آراء مختلفة حتى باش إن شاء الله نثريوه وحتى باش إن شاء الله نستفادوا من بعضنا البعض. نعم بارك الله فيك أخويا عبد القادر، الله يجازيك. أنا ما نكرتش أنه تغير، لا العلة، يعني العلة علاش غير المؤتمر هذاك غير أو راك معايا الأخ نور الدين؟ نعم تفضل. علاش يعني المؤتمر هذاك كيفاش يقولوا جمد عضوية هذو المذكوري أسماءهم، ما هو السبب؟ هل اللي تطروا فيهم ولا لا؟ وهذا واش ذكر أنه الأخ قال يعني لسبب التطرف، ما نعرفوش حنا علاش، يعني المفروض تكون مذكورة أو يكون حاضر تم أو يعني حضر المشاورات يقول هادو نحوهم مثلا على جال التطرف تاعهم. فالواحد بعد كي يحكي يقول يعني جمدت عضوية بعض الناس لتطرف فيهم، هنا تكون الجملة يعني عندها معنى ونفهموها ونقولها. ربما إن شاء الله نواصلوا النقاش الأسبوع القادم. أخ سمير نور الدين، أنا مثلا نقدر نقول لك يعني احتمال فقط، لو كان مثلا واحد من هذوما كان مذكور كان مثلا في جماعة بويا علي، وكما قال اسمه هذا البيان هذا مع الأول أنه ضما وعدوا أنهم يفتتوا ويطموا ويفتتوا يعني هذا المشروع وجبهة الإسلامية للإنقاذ، فمن الحيلة أنه ينحيه ما القريب مازال ما يرفدوه كما يقولوا، ينحيه باش كما يقولوا يقعدوا غير الكلير يعني الصافيين برك اللي ما عندهم حتى اتوا مع الدوله. يقدر يكون هذا الاحتمال. سو على هذيك نذكروا الحقائق ونذكروا امور هكا في التاريخ، لازم نكونوا متيقنين واش انا نحضروا. هذا واش حبيت نقول. اما افكارك سمعتهم على هذاك الاعتصام اللي كان يحدث، اولا ماشي الجبهه الاسلاميه للانقاذ هي اللي ولا الشعب اللي كان في الطريق هو اللي كان مسؤول على يعني سير المرور، ولا كانت مواجهه بين الجبهه الاسلاميه للانقاذ وحكومه حمروش. كان نورمالمون المطالب تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ مطالب شرعيه، كل واحد عنده عقل يعرف واحد زائد واحد يساوي زوج، باين بلي راح يكون تزوير. كان نورمالمون هما يسقموا يا اخي نتفاهموا ونديروا لقاء والصحافه تحضر وكامل الاحزاب يحضروا وهذا اللي راهو في الطريق الحزب اللي في الطريق قالنا يحضر ايا واش كاين ويتفاهموا وكل واحد يهضر، الوطنيين يهضروا وكل احزاب يهضروا والحكومه تهضر، ولكن ما حدث هذا الشيء. وعلاش اليوم طرف واحد فقط؟ كذلك هو حق يعني دستوري، التجمهر كان حق دستوري، وكما قال كنت نقولوا هنايا هنا في امريكا وراه يحدث هذاك وول ستريت اوكيباي وول ستريت اللي يحدث، الناس ما حبوش في كل ولايات امريكا، الناس قعدوا في الطريق وبقوة القانون نحاوهم، ولكن ما تيراوش كما تيراو في الجزائر للراس وللصدر. ما كانوش ما فرقوش في الجزائر، ما فرق التدخل هذاك قتلوا ناس، كانوا يقتلوهم بالعاني، ما كانوش يحوزوا الناس او انهم مثلا يخليهم ينتشرون يبعدوا ويحرروا هذوك المناطق، لا كانوا لي بال للراس. وانا نشفى كنت نشوف في جريده تاع جبهه الاسلامي للانقاذ جريده المنقذ صورت كامل الناس هكا الضحايا اللي مقتولين. نعم اللي مقتولين لي بال في الراس وفي الصدر في القلب. نعم المهم الاخ سمير نواصلوا ان شاء الله نواصلوا الحوار ان شاء الله الاسبوع القادم. اذن الاخوه والاخوات اللي راكم تتابعوا فينا الاذاعه نتاع وطني، نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم، ربما نزيدوا نديروا حلقه اخرى لهذا الموضوع لانه كاين الكثير من النقاط مازال ما درجناهاش ومازال ما ناقشناهاش، نحاول إن شاء الله هو أن نثريها من خلال النقاش المفتوح. بإمكانكم هو أن تجوا تشاركوا معنا في هذا البرنامج، بإمكانكم هو أن تبعثوا لنا بعض التساؤلات حول بعض المسائل ربما كان فيه بعض الإخوة ينوروكم حولها، نحاول إن شاء الله من خلال هذا النقاش على جل باش نحيو هذه الذاكرة
حتى باش الجزائريين والجزائريات يفهموا من انه كاين بعض الاشياء اللي الان راها تحدث هي نتائج نتاع منطلقات خاطئه، وهذا الامر هو لا يعني فقط الجبهه الاسلاميه ولا القياده نتاعها، وانما كل الجزائريين اللي عاشوا في تلك المرحله يفهموا يعرفوا ما الذي اوصلنا الى ما نحن فيه اليوم. المهم احنا هذا النقاش اللي فتحناه هو ليس من أجل إثارة الجراح ولا من أجل تصفية الحسابات مع أي كان، وإنما الهدف من خلال هذا الحوار هو أنه ما نخليوش هذه التضحيات تسرق من طرف انتهازيين اللي خرجوا في هذا الربع ساعة الأخير، كاين منهم اللي راهو الآن يلعب في دور المعارضة. أيضا ما نسمحوش في هذه الدماء التي سالت، ما نفرطوش أيضا في هذه الأرواح التي قتلت يعني هكذاك ظلما وعدوانا. وهذه الأرواح لا نقصد فقط الأنصار تاع الجبهة الإسلامية، وإنما تاع كل الجزائريين والجزائريات اللي سقطوا في ظل هذه الفتنة العمياء اللي ممنع منها غير طويل العمر. المهم هذا الحوار هو الهدف نتاعه هو تسليط الضوء على بعض النقاط في ظل هذا الإعلام المضلل، هذا الإعلام الانتهازي، هذا الإعلام اللي منه راه مازال إلى اليوم حاب يبعث وحاب يدفع الجزائريين على جال باش يزيدوا يتقاتلوا مع بعضهم البعض. نحن إن شاء الله من خلال هذا الفضاء من خلال هذا الإذاعة ندفع من أجل على جال باش الجزائريين والجزائريات يلتقيوا مع بعضهم البعض حتى لا تكرر المأساة، ونوقفوا بالجزائر مع بعض، الجزائر للجميع، هذا هو الشعار تاعنا. جزائر أخطأ في حقها الجميع، دائما نقولها في هذا الفضاء، ويبنيها الجميع. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم الله، شكرا. الجزائر حررها الجميع، وأخطأ في حقها الجميع، ويبنيها الجميع. وطنية حد مين شيء عدو وطني.